دينا اللايف. احنا ديجا سايي. قلت لكم في اللايف. بي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في باناشي على مارسيليا ستريم. تسمعونا كل نهار جمعة من 6 ل 8 متاع الليل باش نحكيو في كل ما يخص لي جون والطلبة في الخارج خاصة في فرنسا. الجمعة اللي فاتت كان حاضر معنا إسلام، حكينا على الميزيكولوجي. اليوم تحضر معنا سيرين باش نحكيو على اختصاص آخر اللي هو الفارماسيوتيك. مرحبا سيرين. عايشك. مرحبا بكم. ترجع لليكيب. ترجع للفورما بعد غدوة بعد غيبة متاع الجمعة. مرحبا عبد الحميد. مرحبا بك. مرحبا بك من جديد في التشكيلة متاعنا، التشكيلة عايشك. الأساسية. نفيسة كالعادة موجودة معنا. أهلا نفيسة. عسلمة. مرحبا بكم ومرحبا بك سيرين. عايشك معي. مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت اليوم باش نحكيو على اختصاص آخر يهم الطلبة ويهم الناس اللي تعيش في فرنسا، سورتوم لي زيترونجي ولا متوانسه، اللي هو الفارماسيوتيك. تابعوا فينا الكل على الباج، تنجموا تتابعونا وتخليوا لي كومونتير نتاعكم ولا تتصلوا بينا على نمره التليفون اللي هو 04 65 95 60 44. نمشيو نسمعوا موسيقى ونرجعوا لكم باش نبداو في السوجي نتاعنا. في ضفة المتوسط.
جاني لكم من جديد في باناشي على مرسي الستريم كما قلنا تسمعونا حتى كش الثمانية متاع الليل وقلت تحضر ما تحضر معنا سيرين مرحبا نرجع لك سيرين من جديد عجبك الجو بحذينا هكا شو اي جماعة الكل سمباتيك محليهم ديجا مش اول مرة اي لي ثاني مرة نجي مرحبا سيرين تعرف لنا بروحك انا جوز اسمي سيرين بركاوي عمري 31 سنة نسكن في فرنسا توا عندي بيانتو 5 سنين قريت في تونس من الاول ومن بعد جيت كملت قرايتي هوني وتوا نخدم وعملت ليسانس في تونس من بعد جيت ولا جيت لا في تونس عملت فارماسي دونك قريت 6 سنين فارماسي ومن بعد جيت هوني عم كملت ماستر ام 2 وتوا نخدم دونك فارماسي اندستريال سي بيان احنا تفضل معناتها tu as complété ta formation master اللي ما كنتش موجود في تونس هكا لا با فورسيمون عندنا دي ماستر موجودين في تونس لي موجودين مي فوالا انا لوجت على ماستر dans le domaine pharmaceutique qualité لي لقيت وقتها موجود نحكي لكم معناتها كيفاش كيفاش نحكيوا على الباركور الكل اكزاكتومون دونك فوالا الماستر الشوا نتاعي سيتي ان بو كونديسيوني شنو هو لقيت وقت اللي انا بديت نبوستولي خاطر انا بديت ان بو مخر نرجعوا من الاول بالكل الباركور نتاعك في تونس كيفاش كان شنو قريت باهي معناتها نقول لكم اللي فما معناتها بعد الباك من بعد الباك وانت ماشي انا ساعه حياتي الكل وانا نقرا وماما تتفرج فيها ماما تقول لي باش تعمل ميديسين باش تعمل ميديسين باش تعمل ميديسين هيك هاو دونك انا معناتها قبل كنت قرايه وكل ومينيتي كل باهين دونك كبرت بالايديه هذيك اللي انا باش نعدي الباك وباش ننجحوا هذيك مونسيون ونمشي ميديسين الفارماسي ما كنتش نعرفها جمله بالحق معناتها نحكي لكم الاكسبيريونس نتاعي كي جينا نجحت في الباك جاي 16 دو موين دونك كي جينا نعمرو في لي شوا وقت انا وبابا عديت حطيت معناتها الميديسين هكا من الاول قال لي سيري نحط فارماسي قلت له تيبا شنيا فارماسي هذيا قال لي ليه والله باهي وفيها برشا افاق وكل شيء بابا لي انجينيور اغرونوم دونك دوكو دونك عمرنا فوالا حطينا من الاول ميديسين حطيت شوا ثاني فارماسي ومن بعد حطيت لي زوتر فاكولتي دو ميديسين وقعدنا نستناو في الشوا هيك ها انا جيتي معناتها متاكده لي سكوري وصل وكل باش نوصل ميديسين معناتها سي بون جيتي راسيو فوالا دونك دوكو عملتها لي سكور ايتي ان بو طالعين شويه دونك دوكو جي يو لو دوزيام شوا اللي هو فارماسي شنو نحكي لكم ديبرسيون كيونا يا ربي شني لي اون بلوس نحب نقعد في تونس بحذا دارنا نلقى روحي باش نمشي نقرا في مستير معناتها ما بلاد ما نعرفهاش باش نقرا قرايه ما كنتش حاطتها جمله معناتها في مخي باش نمشي نعيش وحدي ما نعرف نرجع تلقي عظمه ما نحكي لكم معناتها لعبت فرحانه بروحها وناجحه والناس الكل يصحى ليك وبيا الفارماسي يا ربي ليه وما عينيش وما نعرفش وكيفاش باش نعمل وكل حاسه جيتي ان بو ديكوراجي مي بابا وقتها ما توقف معايا وقعد يفسر لي ويقول لي ليه راهي قرايه باهيه وراهي كل شيء وراهو تو بو فير با مال دو شوز وتنجم تحل فارماسي وكل شيء مي معناتها كيما ليدي اللي ماخذينها الناس الكل معناتها كونك تقرا فارماسي تحل فارماسي سكي ني با لو كال اللي انا ما اكتشفته بعد واللي الحقو دي زاني وانا نقرا الميساج هذا احنا ماذا بينا هذيك علاش يعني البريزونس نتاعك يعني ستار فارماسي يبيع في الدوائر وباش نوضحوا حتى اللي باش ما تتصدمش من بعد انا من اول عام نقرا فارمزيت اول عام ثاني عام بس ما نقراو كان وانا فارماكو مش فارماكو بلوتو شيمي فيزيك شيمي ما نعرف في شيء ما نقرا في حد شيء عنده علاقه بالفارماكو مازلنا عضلين مي والجماعة في دار صناعة تصنع في الحرب تصنع في الدوليبران جيت يحاربوا شا الدوليبران وانا وليدي راني مزلتي وليدي راني بشوية معناتها حتى العباد ما ياخذين فكرة اللي ما يعرفوش شنو نقراو بالضبط معناتها كي تقرا فارماسي معناها حتى واحد في العائلة يتيحبان في الدواء ولا حكاية اللي كنت من العام الأول يكلموا فيها والله سي سامبل من العام الأول كيفاش يصير هو الباركور معناها من الأول شنو تقراو بالضبط شنو ما اللي في الفارماسي نعملوا على دو سيكل على البروميير سيكل سي ان بو اون كومون معناتها تقرا ان بو فيزيك شيمي بوتانيك ما عادش تفكروا برشا الماتيات عندي برشا انا تخرجت عام 2015 دونك دوكو سافي ان مومون ولا الدوزيام سيكل تولي وقتها تقرا تو سكي فارماكو تو سكي عنده علاقه بصناعه الدواء معناتها
tout ce qui est l'amrad, tout ce qui fait chez DUI, etc. Mais نقراو برشا حاجات وغادي كتنجم تعمل هكا كتخصص صغير وانت مزال تقرا فارماسي اسكو تحب تخدم في البيولوجي والا تحب تخدم في الاندستري هذا في نطاق الست سنين مي ابري هذا معناتها انديبوندامون من الريزيدانا اللي هي تقرا بعدك ست سنين اخرين دي سبيسياليتي عاد الله يجيبك قداش تقرا يعني سبيسياليتي بعد ست سنين اي اي تنجم تكمل تقرا تكمل دونك في ست سنين هذوك شنو تقراو في ست سنين هذوما نقراو كيف ما قلت لك نقراو برشا ماتيريات مي كي تتخرج في الاخر تو على لو ديبلوم دو دكتور اون فارماسي في تونس اللي يخول لك كونك تو تانسكري في الكونساي دو لوردر وتنجم تحل فارماسي يعني معناها السبيسياليتي بعد ست سنين اللي هي الفارماسي دونك ديما في الكونسيبت هذاك اي في الكونسيبت هذاك مي ابخي الدبلوم هذا ما تنجمش تعمل بيه كان هذا اكاهو نجم تبدا زيدا في ان طونك فارماسيان اندستريال بشويه بشويه سلون لي بوست الموجودين واللي متوفرين وتنجم زيدا تخدم ان طونك ديليغي ميديكال اللي انا خدمتها قبل ما نطلع هوني لفرنسا خدمت 5 شهور avec un laboratoire pharmaceutique tunisien ou voilà je me travaille en tant qu'assistant في pharmacie في تونس donc malheureusement نعرف الناس الكل اللي في تونس malheureusement ما فماش برشا افاق موجوده في تونس انا كي كنت في تونس في سبيسياليتي نتاعك ولا partout en tant que تخرج كي تخرج انت en tant que pharmacien في تونس ما عندكش برشا شوا بالحق ما عندكش برشا شوا يا اغلبيه صحابي ما تعني عندي نكون 50 ولا 60% يخدموا طون كو ديليغي فارماسيوتيك هي الخدمه اللي مرتاحه اللي تخليك معناتها مرتاح في الخدمه مرتاح فينانسيرمون ما فيهش برشا ستريس ابري tu peux évoluer en chef de produit toi les superviseurs etc sinon تخدم اسيستون في فارماسي كان انت ما عندكش لي بارون تاعك كي سون فارماسيان دونك تخدم اسيستون في فارماسي علاش لي بارون تنجمش تعمل دوموند باش تحل فارماسي ولا سمعت اللي جيتو تويلا برشا تويلا برشا انا مقيده راني تو انا قيد في هما من الاول في اول ما كان تو تبدل القانون كنت نجم تقيد في 3 ليست داتونت انا اقل ليست قيدت فيها يظهر لي نمرويا 30 حاجه من هكا ولا 40 اما هذا تسمى احكي لك في الساحل قيدت انا في تونس عندي صحابي مقيدين في 100 120 ما طب الحق تستنى كي ترى ليست انت العباد اللي مازال تستنى فما انا والله نتفكر عندي صاحبتي تقرا معايا امها مازال تستنى باش تحل فارماسي وي معناها سنين انا كون جي يو سيت انفورماسيون قلت فارماسي فوكو جو تروف اوتر شوز والله بالحق ويمكن اليوم انا هذا مازلت ما حلتش ما عنديش المعلومه مي وقت اللي نقراو جيتي وقتها اون ثوازيام ولا كاتريام امها تستنى مازلت اي سينو ما تحلش فارماسي تخدم فوالا سينو تخدم اسيستون شنو هي الحاجات البيئه اللي نتصور حتى الصالير ماهوش حاجه طيب الصالير الي ابري تو ديبون انت والفارماسيان خاطر هو في تونس معناتها ما مالوغوزمون ماهوش مسعر الصالير معناتها تنجم تخلص معناتها نعرف شكون يخدموا دي اسيستون 800 900 ابري تا في بليزيور زاني ديتود معناتها سي بو C'est normal, c'est assez vrai. Après, il y a des pharmaciens qui ont été salariés. Mais il y a des salaires qui ont été en tant que rédemption. Le rôle de délégué en pharmacie, c'est l'émission ou les tâches qui ont été en Un délégué pharmaceutique, en fait, les délégués futurs chinois, ou plutôt c'est un délégué médical. Il y a deux types futurs. Un délégué pharmaceutique, il y a les carines paramédicales, tout ce qui est anesthésie, tout ce qui est. Les carines, c'est le chibhe tibbiya. Ok. Ou les délégués médicaux, il y a les médecines, les carines vétérinaires, les carines dentaires ou les carines pharmacie. Ils ont un contact direct avec les médecins. Les délégués pharmaceutiques, c'est avec la pharmacie. Tu vas chez la pharmacie, tu trouves, tu as qui a quelque un de doué jdide pour savoir qui fait chemin les ventes et tout. C'est un peu commercial maintenant. Voilà. Qui m'a coulé le commercial, t'as doué. Plus ou moins. C'est ça.
Ouais. Et vendre, oui, c'est. Ouais, c'est. Proposer des médicaments, les tobas ou les pharmacies. Après, l'avantage quand tu es délégué médical, c'est avec le contact avec les médecins. Quand tu expliques un peu le mécanisme d'action. Avec Alège, c'est plutôt réservé les médecine, pharmacie, dentaire. Quand tu expliques un peu le mécanisme d'action de ta douée, quand tu expliques tu as choisi effet secondaire, tu parles un peu pharmaco, tu fais un peu douée. C'est vrai, tant que tu as un petit c'est malheureux, mais quand j'y suis à Tunis, je suis délégué. نخدم ديليغي خاطر سي خدمه خدمتها وقتها 5 شهور 6 شهور جي معناتها جي بوكو مي خدمه مثال تتمشى معايا انا وتخدم في المعنى لي كومبيتونس نتاعك فوالا فوالا انا جادور الريلاسيونيل نحب نمشي نجي ناخذ كلمه نعطي كلمه معناتها سو جون دو ميتي نحبه معناتها بالحق باش نخدم في فارماسي نو سا مبلي با نهار كاين القاعده بين 4 يوت انتري غيمي من 8 ل 8 سي الي فاتيغونت كوم خدمه انا عندي صاحبتي خدمت اسيستانت في فارماسي بوندون ما نعرفش قداش عامين بعد بزاف كي شدت ديرنيير مون ديليغي قالت لي سيلين انا فاش كنت نعمل انا فاش كنت نعمل بالحق خاطر الي فاتيغونت معناتها كخدمه متعبه برشا 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 دونك انا واحده من الناس ما طويل منيش والا بوتيتر كنت نجم نعمل معناتها نبدا كيما بداو برشا صحابي ان بوست هكا صغير في اندستري وبشويه بشويه يطلعوا فما معناتها فما بوسيبيليتي ديفولوسيون سالير ملول يبدا الحق شويه انتر 600-700 دينار من بعد تو بو ايفولوي عندي توا صحابي اللي ولاو معناتها ريسبونسابل كاليتي ريسبونسابل كونترول كاليتي معناتها ولاو بالكدا معناتها ساشون كو عمرهم صغار معناتها كاو تمشي تفسر لنا جوستومون شنو l'industrie en fait pharmaceutique ouais. En quoi ça consiste c'est la création même du médicament en fait l'industrie pharmaceutique il y a l'état snaradoué mais après femme barche plusieurs services qui contribue le sénat t'a doué ma ta femme la qualité qui contrôle la qualité t'a doué t'a tariqa sonna la qualité t'a le khidma bsifa ama conformité voilà la conformité aux normes à la réglementation femme le contrôle qualité il y a le contrôle direct t'a doué études de stabilité par exemple de la matière chauffe l'étude des impuretés c'est un peu ta technique mais je suis juste il contrôle comme on le doué ou abido les composantes tout ce qui est technique voilà c'est ça femme هما اللي يحللوا الدواء par exemple qui يرجع اذا كان فيه مشكله ولا حاجه معناتها كيما نقولوا الدواء صار في المارشي معناتها عمل المشكله يرجع للكونترول كاليتي باش هما يحلوا يشوفوا واش فماش ما فماش كيف افون دو ليبيري زاد الدواء هما اللي يحلوا باش يتاكدوا اللي الدواء صالح كونه يتليبيري معناتها يتوزع فوالا يتوزع فما زاد لي زافير ريغلومونتير اللي هما اللي هين تو سكي نورم ريغلومونتاسيون شفا ما جديدش ما فماش خاطر اون دو ايتر توجور على باج اون دو ايتر توجور اون ريسبكت توجور فوالا لافير ريغلومونتير صح هذيك هي الكلمه والله اشرف عجبتني والله تحكي لي حاجات جامده عليك لي اون بلوس قلت لي خدمت في الكاليتي دونك لا الكاليتي الدومين نتاعي مامي خاطر نعمل المانجمنت نتاعي اورونتي في الكاليتي tout ce qui est normes ou les procédures normes réglementaires les eaux كل شيء après في البلايص الكل معناتها هي هذاك طبعا الدنيا كل واقفه على ليزو يعطيك الصحه ديجا ليزو كل فما ديما يعملوا في ميزا جور ليزو dernièrement 2015 version 2015 وقاعدين كل مره يحسنوا في ليزو وموجوده في الدومين الكل voilà exactement surtout في tout ce qui est pharmaceutique ولا الاغرو alimentaire ولا كل شيء dans l'énergie حتى l'aménagement في qualité tout ce qui est معناها matière de matériel de transport وحتى البيرسونيل اللي يخدم يحكم فيهم الكاليتي rien que les بسيتهم كيفاش يتصرفوا في شانتي نتاع بني tout ça c'est réglementé فما l'hygiène des normes فما l'hygiène qualité sécurité exactement QSE HQSE كل فازي ما هي يا عبرا نورمالمون تنبتي ولي بيه وي كنا احنا كنا دونك نحكيو على الباركور سي عام الاول كيفاش قلنا 6 سنين قرايه على فرد جنب في 6 سنين هذوك ما فماش دي جون دي ديبلوم الاول اللي لا 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 احنا ديريكت كيما لاشتيكتور ديريكت احنا ملي تبدا كان ما كملتش تقعد غادي ما تنجمش حتى تاخذ ربيع ديبلوم تخرج تعطي حاجه اخرى
نو المشكل تقرا العوام هذوما الكل ومن بعد تحس روحك ليميتي في الشوا من بعد في لافي بروفيسيونيل ما عندكش خاطر احنا هذيك بالحق خاطر احنا من بعد كي تلوش تخدم حتى كي تشوف لي بوست وديسكريبتيف دو بوست ديما تو تي ليميت لي كومبيتونس نتاعك انا ذيك ملول غلطي تنحكي لكم بعد كي بديت نلوج في الخدمه هذيك غلطي بديت نلوج على لي مو كلي شنو قريت شنو ما قريتش ونخاف من لي مو كلي ما نعرفهمش الوغ كو افيك اون بيتيت ريشيرش نلقى روحي باه راني نعرفهم مي في كلمه اخرى في طريقه اخرى في عملت حاجه تشبه لهم دونك اي انسي معناتها تو بو تروفي ان بولو با فاسيلمون مي احسن معناتها يعاونك باش نجم تلقى خدمه تحلك الشان ولا تحلك الافاق مسك لي ستاج يعاونوكم ولا شنو ما بون ساعه لي ستاج نتاع 6 سنين دونك وقتاش تبداو تعملوا في لي ستاج بي احنا 5 سنين قرايه والعام الاخراني ستاج معناها 4 5 سنين ما تعديو فيهم حتى ستاج نعملوا فيهم دو ستاج اتن نقول لك دو ستاج ستاج من الاول انيسياسيون على لوفيسين شهر في الصيف في الفارماسي معناتها جوست تو اوبسيرف تو في ريان ومن بعد عندك شهر انيسياسيون سوا انفيرميي نعملوه يا عام التروازيام في الصيف يا عام الكاتريام في الصيف تخدموا تعملوا ستاج في سبيتار تو سكي سوا انفيرميي تزرق تبونداج كذا معناتها هذوك هما لي سول ستاج نعملوهم في 5 سنين والله سي فري عندك الحق في الرمارك هذيا خاطر انا بيدي كنا مع حتى صحابي كلنا في ابخي هذيك سي حكايه اخرى موضوع اخر مي سي دوماج كونك تقرا 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 اي تو براتيك با هذيك خاطر 6 سنين سي لون سي دوماج انا بعد نقرا روحي عام سيزيماني ضايعه فيها البكتيريا بالحق معناتها تلقى روحك نسيت فوالا من الاول تيوريك برشا 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 من بعد تلقى روحك كون تو براتيكي ضايع بين قداه من انتيبيوتيك حافظ قداه ميكانيزم داكسيون وقداه مش عارف كيفاش سورتو في الدومين نتاعكم فما ديما لينوفاسيون فما حاجه تخرج جديده دي ريغلمون جدد صحيح حتى سيغ تيغان معناها فما ما نعرفش فما حاجات اللي صحيح لا بين بين العام والعام تلقى ميديكامون ريتيري دو مارشي اي وانت تلقى فوالا والله تحضر له يجيك لا الانكدوت احنا فما مره عدينا في الاكزاما عام ثوازيام ولا كاتريام على ميديكامون في الفارماكو ريتيري دو مارشي قول لي عليه نقراو فيه قل لي عليه ما شفت هذه المشكله زاده ما نعرف جينا في الاكزام كلنا في لي دومين الكل في لي دومين الكل ما فماش اديكواسيون ما بين الفورماسيون والمارشي دو ترافاي معناها البيزوان نتاع المارشي دو ترافاي والفورماسيون ديما تحسهم حاجتين بعض على بعضهم برشا على ساعات يقول لك اللي قريته تنسيه خاطر باش تخدم فيه انا تو تسالني السؤال هذاك نقول لك راني انا تو ابخي نسمى مازلت ما عنديش كومين برشا اكسبيريونس انا تو جو بو ترافاي برشا خدم اللي قبل كنت خاين تخير روحي مثلا نجم نخدم نقول لك الخدمه هذيك صعيبه ولا كيفاش باش نعملها توا وقتاش ابخي 3 ans مثلا عامين ونص ملي نخدم الاكسبيريونس زيد من الاكسبيريونس ولا معناتها شفت انا تو كنت عاود ترجع لي مثل ما نعرفش انا 5 سنين اخرين جي تلقاني انكور جي ديكوفير اوتر شوز وفان برشا حاجات اخرين نقول لك اه والله حتى الخدمه هذيك نجم نخدمها باه تو نرجع لك في باناشي مع
التونسيين في ضفة المتوسط. شعني لكم من جديد في باناشي. كنا حكينا في البارتي الأولى مع سيرين على الباركور متاحة في تونس وبرشا معلومات زادة تهم حتى الستيديون ولا العباد اللي تبع في البرانش هذه في تونس دونك باش يعرفوا شويه معلومات على القرايه. سي جوست جو تيان اون انفورماسيون. انا قبل بكري قلت جو تيان دير سا. انا قبل بكري قلت راني كحد على الميديسين وكذا وجي با فولي فير فارماسي مي توا جو فوز اسيور سي لو ميور شوا كو جي فيت. والله بالحق كقرايه الي تري انتريسانت كم بعد كخدمه سي تري انتريسانت سكو تو في تا لابريسيون كو تو تخدم في مخك. C'est pas que t'ahfad ou... Après, le médecin, c'est d'un khadma bé, yara. Ama yahbe la habil tuila. T'ahbe la barcha, s'nien, qaraïa. Déjà, c'est ta s'nien, n'a d'okoum... Oma, c'est ta s'nien de base, ou ba'di d'ali, hom, drash, qadish mon am, drash, n'y spécialité, ou kadhi, ou... C'est un peu compliqué, ou déjà, m'a biad, d'an yab, t'obba. Ama, le pharmacie, b'l'haq, ka qaraïa, c'est qaraïa bé, ya barcha, ou... C'est le meilleur choix que j'ai fait, voilà, b'l'haq. Donc, juste, je tiens bon à dire ça. سمعت سمعت كلمي والله والله شو سمعت كلمي والله والله ساعات رضات الوالدين مش ساعات ديما رضات الوالدين باهي باهي. نحكيو شويه على الباساج من الريتم تاع تونس والقرايه في تونس وكل شيء وجايينك لهنا لفرنسا كيفاش صار هذا الكل؟ كيفاش اي بل هو الفارماسي باش نحب نسالك زاد اسكو يتعداو باش يجيو يقراو لنا كيفاش يعملوا بالضبط كيما خاطر مثلا الارشتكتور عندهم مثلا كومبوس ار هذيك ديمارش اخرى يعملوها اسكو يمشيو على كومبوس فرانس ولا انا جو تيان بريسيزي كو انا ما تعديتش في كومبوس فرانس مي الجماعه اللي في تونس اللي يقراو في تونس باش ينجموا يقراو في فرنسا لازمهم يتعداو بكومبوس فرانس. يتعداو بكومبوس كيما لي سبيسياليتي الكل بريسك كيما سبيسياليتي الكل ابخي تو فوالا تو تانسكري في السيت. الحق ما عنديش برشا لي ديتاي نعرف شويه شويه. تو تانسكري في السيت عندك اون ليست دو شوا افير. Juste une nasiha li ne visez pas les grandes écoles et ne visez pas les formations les maroufines à l'akhir. Et à la khater c'est kif kif. À la khater les formations le matloubine à l'akhir maroufine à l'akhir fama barcha concurrence ou tnajmou ntouma ki taamrouhom fi campus France ما تلقاش بلاصه ولا اكزيجون في ولا نعرف شكون من صحابي اللي عمرو في كامبيس فرانس وما خرجوا على حتى بلاصه خاطر ايزون فيزي معناتها دي فورماسيون باهين وفي الاخر ما ديت بهين و فينال معناتها بغيبوتاسيون بهين و لا فيناليتي تقول لك اللي لو ديبلوم اي لو ميم اي الخدمه فان سي سا سي لو ديبلوم لو بلوز امبورطون سي با فورسيمون لو نون دو لونيفرسيتي اللي متخرج منها نو. دونك دوكو معناتها هذه نصيحتي معناتها للعباد اللي يحبوا معناتها يتعداو معناتها يجيو يقراوني يتعداو بكونفيس فرانس كومبيس فرانس كومبيس فرانس بالحق نفيزي با لي غران زيكول زيد عذيب زيد فوالا. اي حاجه اخرى ابخي سي مون افي وهذوما ديما معناتها جانسيست اللي هذايا رايي ou d'après mon expérience d'après mon parcours d'après l'expérience de l'entourage de Thierry non c'est pas vrai voilà c'est mon propre expérience et surtout l'expérience de la plupart des gens que je connais فما حاجه اخرى اللي فما le profil qui s'appelle polyvalent je m'en étais مثل عامل فارماسي ومن بعد يمشي يعمل مثل marketing management صحيح c'est un profil مطلوب mais ils cherchent les gens qui sont issus mais les grandes facultés de commerce ou les amis IHEC ou les amis KD ils cherchent pas que ce soit un pharmacien il y a le marketing ou le management d'ailleurs on a chef projet interne et on est en France alors chef projet il est le projet اللي احنا نخدموا عليه توا il connaît rien au pharma mais il est jeune hein il a mais il faut tu vois technique il est jeune mais il a un poste belgdé hein mais il est issu d'une entreprise d'une école de commerce. Il ne vise pas un pharmacien qui a fait du marketing et management ou d'ailleurs je connais maintenant quelques-uns mes sahabi illi qui ont galéré pour trouver un travail وقت اللي جاوا عملوا ce genre de formation. Donc juste nasiha ma tahawlou à éviter ou au moins zidou renseignez-vous par rapport à ce genre de formation khater ce profil معناتها اللي منو pharmacien ou منو عنده معناتها عنده formation en marketing راهو ماهوش ياسر ياسر مطلوب. Voilà. Préfère quelqu'un qui soit du domaine
قاريها هو والبلوس تقول عامل اوبسيون ان بلوس ولا ادابتي للفارماسي بون دو دو فاصون فاما جوستمون دو مانجمنت لا سانتي اللي هما اللي اختاروها هذوك ما اي تنجم تبدا انت قاريه مثل اي اتش سي ولا قاريه دون اون ايكول كبيره نتاع نتاع كوميرس ومن بعد تمشي تكمل فورماسيون نتاع هكا فازا ادابتي على سانتي تمشي خير من فارماسيان عامل ماركتينغ خاطر الباك جراوند الباك جراوند ان فيت ils ont besoin de ils ont besoin de quelqu'un اللي فوالا كي فقلت انت كي maîtrise bien le marketing ou quoi وعنده فورماسيون على الفارما سي با لانفيرس pour confirmer اللي تحكي فيه علاش المانجمنت معناتها tout ce qui est management كل شيء ينجم يمشي في لي دومين الكل خاطر هما يقراو لي باز باغ اكزومبل تاع الكاليتي عندهم معناها tout ce qui est les études, les démarches, les techniques, l'évaluation de qualité, il y a des techniques à faire. Même si le produit ou le service est le chef de Mali, il va appliquer les mêmes techniques. Juste, il faut faire un domaine, l'exigence de le marché. Je suis d'accord avec toi. Avec Alish, de toute façon, ils cherchent quelqu'un qui est efficace sur le côté de le management ou le marketing ou la communication. Donc, comment ils vont privilégier l'abbé de la random compétence sur le HGE plus que le domaine et les yachts moufis homa, voilà, tout simplement. Ça. Voilà, voilà. Oui. C'est exactement ça. Donc, voilà, je disais. Et n'a pas dit Campus France. Grâce à Arbi. En fait, et n'a pas dit compte maintenant qu'on a fait tourner ce col. Donc, on avait un projet maintenant avec mon mari. Et lui, je suis comme le Karaït Nalbar. Donc, ouais, il faisait à l'époque des études d'ingénierie. Donc, j'ai eu un master. On a fait la procédure du regroupement familial. Voilà. Donc, du coup, voilà. Maintenant, qui fait JIT. Donc, et qui JIT en France, c'était en avril, mai. Où j'ai commencé à regarder Wakta pour les masters. Et là, tout ce qui est à l'heure, j'ai eu le visa touristique, donc je n'ai pas de travail. Et là, j'ai eu le visa. Donc j'ai commencé à regarder un peu les masters disponibles. Fumé. Donc c'était un peu tard. Limite trop tard. Juste entre guillemets, je mets le campus France. Il y a les choix entre janvier et mars. Et après. Tout ce qui est choix pour les facultés et tout, ça c'est clôturé en fin mars. Je mets à Campus France. Il y a un calendrier, il y a un calendrier. Exactement. Nous sommes en France, tout le fac qui fait. Mais à l'habit, les facs, femmes chkoun y kamel y sakar fi mars, femmes chkoun y sakar fi avril, femmes chkoun y sakar fi mai, femmes chkoun y sakar fi juin. Chit en achlat ara tarf l'akhar, mazel ou masakar fi mai, ou jmea te juin. Donc du coup, أغلبية لي فاكولتي لقيتهم متاخذين ذهب لم يعد سورتو كو لي ديمارش elles se passent pas de la même manière معناتها pour les inscriptions في الماستر فما دوسي كان ميم اللي هو مهم لازمك تخدم عليه اكزاكتومون هوني كي تبوستولي سور بلاس Donc tu comment dire contacte il fac direct donc une inscription en ligne on va dans un dossier mrigl tu tekteb ouais motivation ma naresh chno donc que dossier dès que tu tabart dans les délais sinon c'est pas pris en compte matin donc ena voilà بالنسبه لي ena j'ai tout à la dernière minute ya rabbi chno nam nalqa عندي quelques formations mazalou بالحق من الاخر خلط على اربع في الحوايج اللي ابوبري نجم انا نعملهم ساشون كو هوني لي ماستر في فرنسا انا ان طونك فارماسيان معناتها عامله بلوس عامله اكثر من اربع سنين هما اللي يقراوا عباره 4 بلوس معناتها ما يهمش قداش قاريه من عام مفيد انت عباره عامله ليسونس دونك باش تعمل ماستر كانك عامله اربع سنين دونك تعمل ام 2 اللي هو ماستر 2 كانك عامله ثلاث سنين ليسونس بركه دونك تعمل ام 1 ام 2 D'accord. Après, tu as le choix entre non, je me NT et CD faire des choses. Tu as le LM1 ou le M2. Ama NT diplôme là maintenant en tant que pharmacien, il khawalek tamel direct le M2. Bah, tu auras le titre équivalent d'un ingénieur. Tout dépend du diplôme. Entre parenthèses, le diplôme de pharmacien tunisien et n'est pas reconnu ici en France. Voilà, Ah bon علاش ست سنين malheureusement
ils sont pas c'est notre diplôme mais il n'est pas reconnu incroyable même pas avec une équivalence même avec si femme fana je me tarmel équivalence mais l'équivalence c'est un سالت انا كل شيء سالت علي ليكيفالونس تاخو من عامين ثلاث سنين عندك ان كونكور لازم كونكور الباسي سي تاع البروميير اني مناش كانت اسمو بي بيان سور تخيل انت باش ترجع تقرا عباره قريت بروميير اني وزيت عندك دي ستاج لازمك تعودهم ومن بعد عندك ان كونكور في الاخر بالكل اللي ياخذوا منه كابتن وكعبه جو دي بيان كابتن وكعبه معناتها اربع خمسه من الناس في كامل جمهوري كامل جمهوري صحيح وان بلوس لازمك تكون صغير في العمر Ah, il y a beaucoup de contraintes. Voilà. Donc, Ena, à l'époque, j'avais... Quand j'ai vu la question, j'avais 28 ans. 27 ans, 28 ans. Voilà. Donc, c'était un peu... Limite. De un, voilà, il y avait... Je crois que l'amour. Aussi, de Kamel, bien sûr, l'amour, je ne sais pas, je suis allé à la carte de 16 ans, de réduction de transport. Je ne sais pas, je suis allé à la chaîne. Je faisais les avantages. Les avantages, je suis allé à 26 ans. Et là, j'ai déjà fait le 26. Je suis allé à la chaîne. حاسي له بغيف عندي جزار الغالب بغيف والله نسيت شنو نحكي قولوا لي اسكت قلنا دونك الباركور معناها خاطر فما برشا عبيد العبيد اللي تسمع فينا عمرهم 18 وكل يحبوا يعملوا الباركور كيما نتاعك انت كيما نصحتهم من الاول معناها انهم يشوفوا لي زيكول اللي مش les grandes écoles معناها خاطر باش يكونوا عندهم اكثر شوا voilà. خاطر لي زيكول عندهم برشا دي دوموند دونك فما ريسك اللي هما ما ياخذوهمش اكزاكتومون الدبلوم التونسي قلنا اللي هو لازمو ليكيفالونس لنا ليكيفالونس بالحق سي ان بروسيس معناتها بالحق تري كومبليكي الوغ كو انت تنجم او ليو دو باش تمشي تعمل ليكيفالونس وكل شيء و تعمل ان ماستر تعمل ماستر و معناتها تو سرا ريكوني كو ميم ان طون كو عباره انجينيور سي با مال Ouais. Tu peux exécuter pas mal de postes d'ingénieur, reconnu choyé en tant que pharmacien, mais tu ne peux pas exercer le hajet qui amène le pharmacien, mais il fait l'industrie. Par exemple, tu as fait ça à deux et tu as fait le marché. Chose que fait Tounes, tu as fait en tant que pharmacien diplômé, fait Tounes. Puis France, il faut que tu sois un pharmacien inscriptible dans l'ordre de la pharmacie, fait France. Donc je suis docteur en pharmacie. Voilà, je suis صح على دوي في اي معمل باش يخرج يصح لي ديما الفارماسيان. انا توا حاليا ما نجمش نصح على حتى دوي باش يخرج. عندي سؤال. وي. تو مثلا انت هوني ما هو في فرنسا justement on a parlé du passes donc qui est la première année qui تقول comme un an de prépa اللي باش يخليك تحضر روحك باش تعدي الكونكور اللي الكونكور هذاك tu as un score اللي لازمك معناتها tu l'atteins باش تجم tu intègres en fait la licence. Donc 3 ans. 3 ans et 3 ou 4 ans. Donc le le parcours بعد الباسيس pour l'équivalence voilà pour le ملول بالكل معناتها بعد ما تعدي الباسيس لي مش على ليكيفالونس نحكي على une formation initiale تاع واحد مثال خذ الباك في تونس يحب يجي مثال هون يعمل باسيس والحق ما عنديش عليها فكره برشا مي مش بعيد برشا على تونس سوف كو نعرف هوني اللي ان طونك فارماسيان ملول بالكل تتخرج ان طونك فارماسيان في الاندستري فارماسيان تاع اوفيسين فارماسيان في بيولوجي نجمش مثال احنا في تونس دكتور ان فارماسي il peut faire les trois mais il comme la spécialité par exemple on est le pharmacien il est qu'est normal industrie mais je ne peux pas dire l'officier il peut pas c'est bon amal ثنيت l'industrie بعد يحب يكمل يقرا يحب يساغيت لا معناتها 6 سنين هذوك هذول هما كيفنا 6 سنين زيد في هوني زيد كيف كيف après femme spécialité وبعد justement 6 سنين femme spécialité كيف ما قلت انت بالضبط معناتها سواء يسوريونت vers l'industrie vers la biologie ou elle justement la recherche en innovation et les labed ils vont intégrer le corps hospitalier donc ils vont être pharmaciens dans les hôpitaux ou donc ce que tu me disais tout à l'heure donc ils vont travailler au sein même de l'hôpital et ils vont pouvoir être prof on a plutôt le carrière hospitalier universitaire et les labed ma ta بعد لا يكملوا le diplôme de docteur en pharmacie ils font le résidentat ou بعد يختاروا le carrière hospital universitaire ou يوليو يكبروا assistant à agrégation
كل وقدر وقدر كل واحد وجهده كل واحد وجهده. انا فيت سؤالي حبيت نواصل اللي après avoir été diplômé في تونس معناتها كان ميم 6 سنين قرايه est-ce qu'il y a une possibilité باش تعمل une équivalent باش سامحني باش tu traduis ton diplôme مثلا tes compétences اللي عملتهم في تونس خاطر نتخيل لي كود ديما كيف كيف وباش تجم tu insères يمكن شي يوخروك شي بعام مثلا هوني في فرنسا aucun moyen d'intégrer l'université en pharmacie ما تجمش معناتها من الاول تبدا باسيس هكا هاو كاينش لي Après tu vas oui oui tu intègres هو شنو اللي حكيت لك معليه le process تاع l'équivalent c'est un peu ça يبداو عباره معاك من الاول اعطيهم tu passes le concours du passé تاخذو تنجحو avec le score اللي يخليك تعمل pharmacie ومن بعد تبدا les négociations عندك des stages à refaire عندك des matières à refaire par rapport à ce que tu as vu en Tunisie ومن بعد après il faut un autre concours à passer et après ما تب باش نجم تاخذ l'équivalence Oui, c'est ça. خاطر وقت عندك une spécialité اللي تختارها اي voilà, تختار une spécialité après ta 4e année خاطر عندك العام الباسي من بعد la licence اللي تجم en fait tu intègres شكون طالب اللي دار دونك عندك licence اللي تجم تدخل لها en fait en passant par une licence accès santé ومن بعد تختار سبيسياليتي فارماسي هوني في الحق هوني الباركور من الاول هوني ما عنديش عليه فكره برشا جي ديسكوتي ان تو بتي بو مع دي كوليك خدموا معايا وي سون فارماسيان دو فورماسيون مي ما عنديش فكره على لي ديتاي بالباهي مي راهو معناتها مش بعيد برشا على تونس جوست زايدين علينا الكونكور نتاع البروميير اني اللي يزمك عندك ان سكور معين عباره تعدي الباك مرتين معناتها باش يزمك عندك ان سكور معين باش نجم تعمل فارماسي كهو سينو است كو لو كونكور هذاك داخل في 6 سنين ولا اي سي سي لا بروميير اني فوالا اي كونسيدير كو سي كان ميم اون بروميير اني وي تعمل بروميير اني ابري tu passes ce concours de passes وهكا كتنجم تعمل يا ميديسين يا فارماسي يا tout ce qui est paramédical infirmier anesthésiste tout ce que tu veux معناتها اه داكور يعني تعدي التيست هذا الاولاني ومن بعد يخول لك باش تختار انت شنو هو السبيسياليتي نتاعك اكزاكتومون واي دونك نجمو نشوفو ان تشبيه ان فيت ما بين اللي صاير اللي يحكي لنا عليه نوزامي اركيتكت صافي واحمد اللي وقتها قال يحكي لنا على الاركيتكتور ويقولوا لي في تونس ان فيت عندك اون سيليكسيون كي سفي من الاول بالكل بالسكور تاع الباك احنا بالحق اني بيان فما اون سارتين سيليكسيون معناتها بالحق يا كو لي زيليت اللي يقراو في الفارماسي ان سكور معين باش تو انتيغ كو سو سوا لا ميديسين مينيموم دو موين 15 دو موين فوالا دونك يمكن شي هذاك علاش ابخي العوام اللي انا كنت نقرا فيهم زاد توا وليت انكور اعلى 16 واكثر شوي مالا واضح به نمشيو نعملوا ترتيحه نكملوا نرجعوا نحكيوا في اي من بعد نحكي لكم على الشوا نتاعي كيفاش اخترت الماستر حاجه دي. اوكي نسمع موسيقى ونرجع لكم نكملوا في الليميسيون نتاعنا Shoot me down, I won't ever hit the ground. Playing dead, I'll never do. Gotta keep an eye on you. Patience is wearing thin, paper thin. Promises broke again. What a sin, but it only feeds my energy. So don't expect no sympathy. Smoke, fire, it's all good. Give up the fight, give up the fight.
رجعنا لكم من جديد في باناشي وباش نحكيو كيما قلنا في السيجي نتاعنا اللي هو الفارماسيوتيك اختصاص قرايه وخدمه. كما قلنا تحضر معنا سيرين عطتنا برشا معلومات على السبيسياليتي هذه. بون باش نحب قاعدين نتابعوا في لي كومونتير يعطيهم الصحه اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. مونيا حنان دوجا اللي تاكد على اللي الباسيس تاعها ما نعرفش اسكو ريت الكومونتير نتاع دوجا. انا جي بارتاجي مون بروبر اكسبيريونس والحق ما عنديش عليها فكره المعلومه جمله. جي توا جي كونسلتي انترنت و ابارامون ا بارتير دو لاني يونيفرسيتير نتاع السنه 2020 ايزون سوبريمي لو باسيس فما دوتر موداليتي معناتها بور انتغري الفارما هوني في فرنسا. مازلت ما عنديش عليهم فكره دونك جو بريفير نو با دوني دانفورماسيون كو جو كونيسي با. Et après, voilà, j'insiste sur le point. J'ai partagé mon propre expérience. Qui fait que je m'en ai mal, qui fait que je me suis renseignée. Voilà, j'ai partagé mon parcours. Voilà, c'est ça. Mais tant mieux, quand tu as un concours le passé, c'est tant mieux. Quand tu as un concours le passé, c'est un concours. واللي برشا عباد معناتها يسانفستيس ويليفز وكل شيء ومن بعد عندهم معناتها كيما نقولوا عندهم دي سوي بور انتغري لا فارما الميديسين اي تو اي ابخي عديو الكونكور مالوغوزمون معناتها يلقاو رواحهم مثل دون ما يخلطوش عليهم فهمت يلقاو رواحهم يعملوا تو سكي مثل انفيرمري تو سكي تكنيسيان اكسيتيرا Donc ils sont un peu déçus, voilà. Ouais. Donc je pense que c'est sûr la chose que j'ai ramené au Majdot, c'est que je dois les haja sur dossier, je dois les كل fac هي تختار التليم نتاعها وهذه انا نشوفها كحاجه باهيه الحق نتاع ربي وكان جاوا عملوها وقت اللي انا هيك العام حبيت نعمل الكيفالونس راني عملتها. لي بالجد اما جوستومون دوكو باش نوضحوا المعلوم الباسيس اللي هو ما عادش موجود ويقول لك لي ترانسفورماسيون كونديت اون 4 اوبجيكتيف. Alors, améliorer l'orientation et la réussite des étudiants dans la continuité du plan étudiant, adapter les compétences des professionnels de santé aux besoins du système de santé pour soutenir sa transformation, décloisonner les filières de santé et permettre des temps de formation en commun. Donc, tronc commun, où en fait, les gens ont une licence. Ou بعد licence هذيك تختار انت دوك la licence اسمها accès santé avec سامحني une licence avec une option accès santé اسمها L.AS dans un parcours spécifique accès santé avec une option d'une autre discipline PA2S voilà ou زيدا نقطة ياسر مهمة اللي هو يقول لك لو كاتريم اوبجيكتيف اللي هو يفو اميليوري لا كاليتي دو في اي لو بيان اتر دي ستوديون ان سانتي سي سكو جي دي بالحق سي بالحق فما برشا سي ديموراليزون برشا عباد سورتو عبد مازال كي خارج من الليسي مازال كي خارج من الكوكو فاميليال يعصروه في عام تلقى روحك عديت كونكور اخر في جرته معناتها بالحق سي كيفاش يصير هو الكونكور شنو فيه بالضبط معناها كومون سا مارش في معناتها هذا الكونكور القديم تاع الباسيس بليزيور ماتيير خاطر كل شيء معناتها فيزيك مات فوالا سي سا سي كيما الكونكور تاع 6 اشهر بريباراسيون كانوا يعديوا في جون وزال ما عنديش فكره الحق نتاع ربي اول عام بون ما عادش باش نقول لكم معلومه مانيش متاكده منها خاطر بون دوجا لا باهي سامحني لحظه باهي دوجا كان عندها معلومات كونسيغنون السوجي هذا تنجم تطلبنا ولا تخلي نمرو نطلبوها ما فما حتى مشكله تتدخل معنا ديريكت ماذا بينا شكون يعطينا دي انفورماسيون هكا اللي هو متاكد منهم ولا خاطر سبحان الله احنا نجموا ننساو على حاجه ولا بون ما نعرفش شكون يحب يقرا الكومنتير ويجاوب وي ان فيت حسب علمي مانيش متاكده اللي ولات سيليكتيف ويختاروا لي زيتيديون سور دوسيي ما كان تيح على موين محدد ترجع تقرا قرايه عاديه اما جو سوي با سور بون كيف ما قال اشرف دوجا نيزيت با بالرسمي طلبنا دوجا كان تحب هكا النومرو ودخل معنا 64 65 95 60 44 دونك نيزيت با باش تكلمنا تنرجعوا نكلموك بالحق ودخل معنا بدينا يعني تفاعلوا معنا هكا باش تكون الانفورماسيون كامله باش اكزاكتومون باهي ان اتوندون كان فما تفاعل اخر نرجعوا نكملوا نحكيوا في
بحسب ما قلنا الشوا متاعك اي غوفنوا انو موطون دونك دونك فوالا وقفت بكم بكري وقت اللي اتون نخدم توا نتبع فيكم بالسرقه مره لا لا اي بون كوراج دوجا ميرسي بوكو ميرسي بور بور طون كومونتير اي لي انفورماسيون يعطيك الصحه دونك قلت فوالا انا في كي بجيت معناتها بديت نختار دونك جاي لقيت كان كات فورماسيون اللي نلقى روحي نجم بوستولي فيهم سورتو بوان دو جيوغرافيك معناتها ما نبعدش ياسر ما حبيتش نبعد ياسر دونك il y avait deux formations filia une formation في Strasbourg et une formation في Dijon انا جيتي وقتها في بلفور مي هذوما معناتها باش ما نبعدش ياسر معناتها ونجمو ديميناج حسبي باش نلقينا الفورماسيون دونك جي بوستولي في الاربعة j'ai eu trois refus et une en attente. Voilà. Donc, trois refus et une en attente. Et les hier formations, il y a malta en bad, خلي كوم شي سر ستريتي. J'ai eu وقتها en attente fin juin ou ina fi juillet, je vais partir ma tach نمشي راح لتونس. يا حليلي قلت كي ما يجاوبونيش راه مدبر مش نعدي كامل مدبر ما ياك هاو يا اخي صدقوني والله قبل يكون ثلاثه اربع ايام اللي راح لتونس مش راح انا وقتها فان جويي جاي لاكسبتاسيون ما نحكي لكمش فرحانه على الاخر دونك والله على الاخر خاطر بالحق جيت لهوني البلاد ما نعرفش روحي شنو نجم نعمل مازال ضايعه جو مسوي رونسيني على ليكيفالونس جي تروفي كو سي ان بو كومبليكي خليها قد دو كوتي خلينا نجرب حظي نلقى شي ماستر بالحق ما هوني في فرنسا باش نجم تخدم يلزمك ان ديبلوم في فرنسا هذه المعلومه نقولها وناكد عليها بالحق sauf si bon فما دي دومين زيد sauf si non non جو عندي دي كار عندي صاحبتي اللي مي il faut que تبدا عندك سيتوياسيون ستابل معناتها عندك اون كارت سيجور وعندك اوراقك وني في فرنسا فما شكون يجي يخدم من فما دي بون مش برشا مي هذيك عاد لافورماتيك وعندي شكون صحابي زيد جابوهم من تونس ما عندهم ليكسبيريونس ما تخدموا بالكدا مي نحكي لك اون طونك جون ديبلومي اون طونك جون ديبلومي ما عندكش اكسبيريونس باش تجي تخدم في فرنسا يلزم عندك ان ديبلوم فرونسي هذه المعلومه نقولها ومتاكده منها ابار لي دومين دو 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 دانفورماتيك اي لي دومين اللي لي بوست مطلوبين فيهم معناتها اما في الفارما يلزم يكون عندك ديبلوم هو يلزم ديبلوم هوني دونك دو كو انا الفورماسيون اللي الماستر اللي بوستوليت له سيتي ان ام 2 سيونس دو ميديكامون في ليان دونك سيتي في الفاكولتي دو فارماسي دو ليان Mais le master lui-même, parcours innovation pharmaceutique et développement analytique, c'est un peu de la recherche, du développement et un peu de la qualité. Mais c'était un master tout simple. Abordable. C'est l'alkhar. Très. Non, voilà, et là, juste pour info. في كي كنت نقرا في تونس لا كنت كل عام نجح برينسيبال كل عام صار لي يعني بنجح كنترول اي معناتها جي غوفي كيما العباد الكل ومشاكل كل عام ننجح بارمي لي زيليت نو 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 با دي تو معناتها جي كنت عاديه و مي عندك 16 دو موان في الباك زي. اي مي امان في الفاك نتاعنا راهو ب 18 و 19 وانا جيتي الوحده في البيت من الاخر معناتها بالحق جو لافو معناتها كنت متوسطة على الاخر وحاجة هذه نحب نقولها لبرشا عبيد اللي راهو باش نجموا تقراو هوني راهو حتى لو كان لي نوت نتاعكم متواضعين ولا حتى لو كان تنجحوا كونترول حتى كان دوبلتوا راهو تنجموا تجيو تكملوا تقراو هوني راهو ماهوش عائق وسي لو كا هاو قدامكم ليكزومبل نتاعي جوست فما سا ديبون زاد من لي زونيفرسيتي سا ديبون من لي زونيفرسيتي اي اي هاني قلت لك انت tu tentes ta chance et tu vises les formations انا مثل الفورماسيون اللي كو جي فيزي معناتها ماهيش ياسر مطلوبه واغلبيه العباد اللي يعملوها يحبوا يكملوا بعد سكي ريشيرش اي ديفلوبمون alors que انا سيتي با دو تو مون اوبجيكتيف قلت خلينا نعمل ديبلوم ساعه ومن بعد تو نحكي دونك دو كو عملت الماستر هذايا والماستر هذايا في 6 mois 6 mois اقل شويه جانفي بلوتو سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر ومن بعد تعدي لي زيكزامان مي جانفي اي ابري عندك ستاج دو 6 mois
انا قلت في ستاج يزمني نلوج بلاصه في اندستري هذه ما كانش مشيت هذه ريغيرش و ديفلوبمون و تيز نو امبوسيبل دونك جي كومونسي ا شيرشي اي il faut dire que pour le stage c'est pas facile du tout c'est dur ou apparemment qu'il y a une galère une émission à l'stage elle dit là je me octobre لقيت ستاج في فيفري c'est la galère وعندك نفيسة زيادة تنجم تحكي لك في السي في هذه بالحق ليلي هذه زعما مش ايميسيون برك زعما نهار كامل نحكيو فيها وما توفيش على لي كونديداتور اللي تبعثهم مينيموم بعث 50 60 جي روسو يمكن ساعة هذيك جي لو روغري دو فوز انفورمي هذيك مصلي عني بي حفظتها اللي مصلي عني بي هذيك نحل الميل ديريكت نقرا جي لو روغري دو فوز انفورمي ما كملش نقرا حتى عارف اليوم باش يقول لي بس باغ ديفو ميساج تيب هذاك يوصل يقول لي اللي تجي لي كونديداتور يخسر عليك كوبي كولي يبعث لك الميساج ولا اللي يكلمك معناتها جاي كيلكو انتروتيان مي بيزارمون تو شيرش ان ستاجير Et tu veux qu'il y ait un expérience. Ah, c'est bizarre. Absolument. C'est incroyable. Donc du coup, donc voilà, c'était pas facile, mais le crit stage, mais finalement le crit stage. Où c'était en qualité, gestion d'aviation, kif ma habit ena, c'était un stage معناتها tout simple, tout bête, حتى معناتها le salaire c'était vraiment le minimum mais on a dit je m'en fous à tien l'IJ ou c'était à Paris à l'époque il y a 540 c'est le SMIG t'as un stagiaire donc c'était ça donc un mal de stage j'ai fait domaine les tabali ou fait domaine les tabali après je l'ai valorisé aussi parce que je me barre dans le travail donc même حتى ذما تنزيد نحكي فيهم بعد اون ديتاي كيفاش نجم voilà كيفاش نجم كيفاش تبوستولي شنو لازمك تعمل في السي في نتاعك كيفاش في لي انترتيان ولا بريباراسيون pour les entretiens باش نجم تلقى خدمه خاطر il faut pas être limité في لي شو نتاعك ولا حتى في السي في نتاعك tu dis tu écris tu fais un CV standard ou tu peux postuler في les postes l'école non ça marche pas faut adapter le CV à chaque poste Malheureusement, il faut pour je n'ai jamais de postulé le poste, ils me créent de mettre d'emblée un minimum c'est à certaines le quel poste avec sinon ça sert à rien. Tu peux t'abattre CV à quelqu'un ou recherche à l'entreprise, à l'envoyer le poste, à les mots clés les fait le poste ou tu creuses un peu les enti t'arfou ou t'haoul tu adaptes tu valorises même hatta des compétences tu as عندك شويه معناتها نسيتهم عرفتهم في ان stage عرفتهم في formation tu les mets en avance enfin qui m'a موجود في ديسكريبتيف نتاع البوست تنجم انت زاد ما تحطش الحاجات اللي ما عندهاش علاقه كبيره بالبوست تي في تي باش تعمل لك الشارج نتاع السي في نتاعك تعمل 3 باج مي هو حاسه 3 ليني فهو يفركس على حاجات في اللي باش يعمل ريكريتمون فركس على ديموكلي في السي في نتاعك لا لا ما اسموش جريت لا بريس لازم فلازم لازم كي يقرا السي في يحس السي في والبوست يقول سي سي لا ميم شوز بالحق باش يكلمك ديجا جست باش يرجع لك الميل الاولاني ابرمو ادابتيت فلهيدي ولا اكزاكتو ما يزن كيراك البروفيل اللي لوج علي استعرش بالميكرو في سويس وين جيني شربني ما اي دونا دونا اي سوي اجا قول لهم على السلامه اجا اجا باه نعمل لكم لانونس ليميسيون نتاعكم نهار الاحد ان شاء الله اليوم جاونا لي كونكورونس على كيف نهار الاحد جايين يقلقوا فينا راه جايين لي كونكورون عندكم باش يفسدونا ليميسيون نتاعنا انت خسرت مرتين نورمالمون اي انت خسرت الجمعه اللي فاتت عاود تفرجت فيها ليميسيون طلع غشاش والله خسر مرتين هذاك تبع ليكيب راه ولا يا جماعه بالغوره احنا عندنا به اي كملوا السيجي نتاعنا بيه وين وصلنا احنا تو كملت ستاجي نحكيو على البوستولي في لي ستاج لادابتاسيون ما بين السي في البوست تحط تو مي ان افونس لي كومبيتونس اي مي انا كيفاش وصلت لها الحكايه هذيك من الاول كيما نحكي لك نرجع نحكي على الاكسبيريونس نتاعي دونك كملت ما كملت الماستر نتاعي عديت الاكزام عملت ستاجي
عملت السوتونونس نتاع الفم نتاع الماستر مي اونتر طون بديت كيما نقولوا قبل ما يوفى ستاج بشهرين ودي النصيحه نصحها للعباد الكل كي تلقاك مازلت في الستاج ابدا ديجا ابدا لوج على لي بوست خاطر وقيت مش راحه في لا 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 يدو في تخو اي انكور تروح تطيش البي سي وتتلي تتفرج اي انكور والله يلزم بروفيتي باك الوقت هذاك باش وما مخك مازال في الريتم نتاع الخدمه يعني باش تبدا تفرك ساكت دونك دوكو فوالا ومازلت في البوست نتاعك خاطر في البوست نتاعك خاطر هما كي باش تبوستولي لاي خدمه ديما يكلموا ان ريفيرون شنو ان ريفيرون معناتها يطلبوا عليك كي كي كي, كي تعمل اونتروتيان يقولوا شكون نجمو نكلمو باش نسالو عليك دونك انت دوكو tu vas donner la référence نتاع voilà maître de stage نتاعك دونك ماذا بيك تكون سور بلاس مازلت تمهد الجو تقول ما سمعتش بالجماعه هما راهم يسالوش في لي ديتاي معناتها يسالو سورتو على الطبيعه معناتها est-ce que c'est quelqu'un qui est rigoureux est-ce qu'il est organisé est-ce qu'il est sérieux comment tu peux l'évoluer etc معناتها ce genre de questions donc du coup voilà de préférence تلقاك مازلت sur place هكاك حتى سابروف الموتيفاسيون نتاعك للبوست هذيك اي اي فوالا اللي مازال فري مازال يحب هكا اكزاكتومون il faut pas perdre du temps donc du coup voilà انا بديت وقتها بديت نبوستولي معناتها مازال ما يبدا قبل ما يوفى الستاج نتاعي الحق في تلويج الخدمه contrairement au stage j'ai eu معناتها beaucoup de من الاول beaucoup de coups de fil directement, dès qu'on postule, bon, j'ai mal tendu CV intéri, hasardou un CV standard, un passe-partout, obdite. Et tac 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 tac, n'importe les postes local, ok, un CV, je l'ai pas changé, quel que soit l'intitulé du poste. Mais avec la méthode interne. La méthode le fiche là. Voilà. Les manettes, hama, quand on a parlé un CV, ma ta haja standard, ben, donc j'ai dit que CV n'importe fil n'est local. بالحق كلموني مش كيما في الستاج ما يكلمك حد في الخدمه هذيك بيزار في الستاج من الستاج ما يكلمك حد اللي في الستاج اكزيجون اكثر من الخدمه سي ان بو بيزار هذه الحاجه اللي انا ما كنتش حتى ريبونس واللي عنده ريبونس لا ديجا ديجا كنت تعرفش على الستاج تجيك تقول انت انا اللوج على الستاج ونشوف لي زوبساكل هذوما من بعد في نفركس على خدمه كيفاش باش تكون اي بان بعد تعرف اللي في الستاج سي بلو دور كو تفركس على خدمه فهمتش علاش حتى سي انيس تعدى بها و تي كونفيرم معناها كونفيرم 100% بالحق معناها سورتو النصيحه اللي عطاتها سيرين سي كو معناها بالرسم العباد اللي جات عادي جوست في ستاج معناها حتى العباد اللي عندهم ان ديبلوم تونيزيان وجاو عاديو في ستاج لهنا معناها في فرنسا ويحبوا يقعدوا في فرنسا ابداو لوجو قبل بدو وب 3 موا معناها من قبل ما يوفى ستاج نتاعكم بيرسونيلمون برد الاخر قعدت لوج فيها معناها في خدمه وانا او كور دو مون ستاج نعدي في 4 انترتيان بار جور معناها زوز انتر ميدي و 2 وزوز ا بارتير من 6 معناها باش تخلط معناها تو ولا فكرت في اي ميتينا كل يوم وانا نجري فكا باري شنو عندي في انترتيان بون جوب معناها فهمت دونك بالحق نصيحه طياره على الاخر وبون كوراج لعبت الكل معناها اللي جايه ان شاء الله اللي جايه تعدي في ستاج ولا تخدم باش ناخذ كعبه شكرا انا معلومه على كعبه شكرا باش نرجعهم نهار لحد هو حتى نتصور مع تيتر دو سيجور وكل شيء ديما البيريود اللي يعطيوها معناها في البيريود دو ستاج هو جينيرالمون ابخي ما نعرفش شكون ينجم يكونفيرمي بيتيتر انتم تعطنا تعرفوا خير المعلومه مي نعرف اللي يعطيوك من الاول فيزا ايتيديون كي بيتيتر رونوفلي هكا دانو بعد القرايه لا بي اس 6 موا رونوفلاب يعطيك لا بي اس ومن بعد هذه اللي باش تخليك تنجم تبوستولي اما انت وقتها وانت تبدا تلوج معناها انت نصيحتك شنو هي باهي لازمك تقول لازمك تبدا قبل معناها في البيريود نتاع ستاج باش كي تجيك العام تاع لا بي اس هذاك تلقاك ديجا ديجا عندك الوقت اكزاكتومون اون بلوس في الخدمه ديما راهو كي يلوجوا على بوست راهو يعرفوا اللي انت ديما في مخهم معناتها فما حكايه البريافي فما البريافي هو اللي تلقاك تخدم في خدمه وباش تعلم الامبلوي نتاعك السابق اللي انت راك باش تمشي دونك فما وقت انت والخدمه مي جينيرالمون سي 3 موا هذا العبد اللي كان يخدم انت اون طونك جون ديبلومي يعرفوا اللي انت مازال تستاج مازال مش باش يجيبوك معناتها يقولوك اي تبدا الجمعه الجايه دونك تعرف انت باش تقول لهم راني جو سوي ديسبونيبل ا بارتير دو تيل دات هما البوست حاجتهم بي دونك يعرفوا ديما يقراوا حسابهم معناتها سي با جينيرالمون سي با تري تري اورجون فوالا دونك دو كو جي كومونسي معناتها وقتها ا بوستولي و جي فيزي دو تيب دو بوست هذه الحاجه اللي احنا ما عندناش منها في تونس هما لي بواد دو كونسلتينغ
عندكم علي مفكرة ولا شوية باي دونك احنا خاطر في تونس كونترارمون لفرنسا ما عندناش لا نوسيون دو سي دي اي اي دو سي دي دي معناتها اغلب العباد جينيرالمون تخدم في كونترا دوري ديتيرميني فما كلكوزان تلقاهم يخدموا اون سي دي اي مي اغلب العباد يخدموا سي دي دي في تونس في تونس اوكي كلهم الاغلبيه لا اغلب العباد نحكي لك اللي يخدموا معناتها لي فارماسيان في الاندستري اكسيتيرا معناتها نحكي في 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 دوميني انا مثال دونك دوكو نحكي معناتها لونتوراج نتاعي اغلب الناس سون جينيرالمون سي دي دي دو ان اون رينوفلابل مش معناتها باش يتردوك مي سي سي مش باغ لا لوا ال بو با رينوفلي 3 فوا لو سي دي دي دونك كان باش يعاود لك اكثر من 3 فوا دونك تنجم انت تولي تحاسبه بقانونيا انه في فرنسا هذه هذا في في فرنسا حتى في بالي فما تونس ثلاثه ولا اربع مرات ثلاثه مرات في بالي ومن بعد يا ما يدخلوه سي دي يا اما يل شيرش ان اوتر ان اوتر بروفيل والله بالحق والله بالحق دون دوتر دومين مي فريمون شي يعملوا دون دوتر دومين جونغ يخرجوهم هكا شويه وبعد يعاودوا يعملوا معاك كونترا مش شوماج مش شوماج تكنيك ما نعرفش معناتها يشوفوا لهم حاصيلو موتيف باش يخرجوهم جمله يعاودوا ان توكا هوني في فرنسا tu peux pas كيف ما قلت انت اشرف ما تنجمش تخلي عبد عندك سي دي دي جو كرو اكثر من سي دي دي رينوفلابل مره اخرى يا ابخي il faut que tu engages en CDI دونك لان في فرنسا الناس الكل نخدموا طونك سي دي Donc quand tu es embauché en tant que CDI l'entreprise ما عندهاش الحق باش تخرجك Elle doit te payer, quel que soit. تخدم في خدمتك على روحك اللهم عملت فوت غراف ولا بور كالت والا لقات معك حل باش نجم تخرج بالتراضي بيان سور تاخو انت متى سرا وتقول لك فوالا لي زانديميتي وتخرج على روحك دونك الالتيرناتيف اللي لقاوها لي زونتربريز دو كونسلتينغ اللي هما يمبوشيو لي بروفيل كيما لي انجينيور لي فارماسيان ويوليو يخدموا ان طونك كونسلتون اش معناتها ces entreprises de consulting et j'y ou les industries pharmaceutiques et qu'on l'aime on a des profils intéressants on a dit qu'on a 3, 4, 5 on a un projet qui veut vous aider le projet c'est ça mais il n'y a pas de poste en interne tu as un CDI ou tu as un CDI après 10 ans un an tu n'as pas de CDI et la société l'industrie pharmaceutique c'est ça tu n'as pas de CDI tu as un CDI خاطر حكايه وحكايه مهمه على الاخر معناتها فوالا سي ميسيون انا هذيك شنو نخدم توا اكتويلمون دونك دوكو ماهوش اون بوش انترن في وسط لونتربريز بون جينيرالمون توا هكا ولا افيك اون سوسيتي دو كونساي افيك اون انتربريز تخدم دون لو كونسلتينغ مي الي سبيسيال فارما DM, اللي هما دي ديسبوزيتيف ميديكو اي تو سكي ديرمو كوزميتيك اما كل شيء عنده علاقه بالفارماسيوتيك فما دوتر زونتربريز دو كونسلتينغ يخدموا مع الميكانيك مع الايرونوتيك مع تو لي دومين دونك سا سي تري ديفلوبي تو سكي انفورماتيك زيد سا سي ولا سي تري ديفلوبي سو تريتان سي سا ياخذوا هما المارشي كونسلتينغ سي بلوتو لي ميتي دو كونساي Non, 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 non. C'est un conseil, mais sous forme de projet, donc sous forme de mission. Donc, tu es embauché, Maneta Kimankoulou, avec la boîte de conseil. Tu es en CDI, tu as tous les droits, tu as un salarié. Après, tu envoies en mission dans une entreprise pharma. 4 mois, 5 mois, Amin, tout dépend du projet. Tu as le projet moyen. Après, tu passes à une autre mission. ما تعرفش حتى البلاصه وين ما تعرفش نو 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 معناها بعد وي بعد ما تعرفش وين تجيك الخدمه ولا ما تعرفش وين تجيك ابخي تو سا سي ديسكوتي او ديبي معناتها من الاول ملي تعمل الكونترا نتاعك واغلب لي زونتربريز الحق عندهم لارانجمون نتاع البروكسيميتي مثال انا مع السوسيتي اللي نخدم معاها عندي سو جون دو ارانجمون دو بروكسيميتي جو مي ديبلاس با اكثر من ساعه تخاجي بالكهرباء دونك انا توا معناتها الميسيون تاعي ساعه غير درجين ساعه غير ربع من داري تحسب المبوتياج ولا بالديستانس الي 50 كيلومتر لا ما يحسبوش بالكيلومتر يحسبوا بالوقت بالوقت شو تنجم تعمل اوتوروت كيف تنجم تعمل كيس عربي يفوق ساعه بالحق راه والله انا هكاك انا اكثر من ساعه ساعه وربع ماكسيموم مش بابا سينون دولي تونس بالحق على فكره زاده حتى لي زونتربريز اللي تخدموا فيهم ليميسيون تاعكم
ينجموا زاد هما يل بروبوز معناها دي بوست اون انترن اون انترن اي كي تلقى مثال لو بروفيل الي انتريسون والا عندهم احتياج على طول المدى دونك يما يبروبوزيو على الكونسلتان وعلى السوسيتي نتاعو كونهم ياخذوه من عند السوسيتي مي فو بايي دي انديميتي كبار باش يفو كو لو بروفيل سوا فريمون تري 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 انتريسون باش يخلصوا عليه اوتون فوس عباره نفسرها هكا بشويه معناها بالكره عباره جمعيه خلات جوار اعطاتوا اعاره للجمعيه اخرى والجمعيه هذيك تحب تاخذوا من عندها معناها لازم تخلصهم تخلصهم ويقعد معاكم وسي بون اكزاكتومون هكا مي بالنسبه للدومين اللي موجودين برسك توا يظهر لي الدومين الكل ولا كيفاش في الكونسلتينغ اي لي كل شيء موجود انا عندي صحابي يخدموا في الانفورماتيك عندي صحابي في بون لوتوموبيل مع الكورونا الاركيتكتور زاد كيما فيها برشا فما دي دومين برشا توا ان بو طايحين شويه على الكورونا اما سينو لي موجودين دي انتربريز دو لي خدموا معناتها في الكونسلتينغ موجودين يا ما تلقاها معناتها تمشي تخدم في دومين بركة مثل فارما والا ايرونوتيك ولا تلقاها بوليفالونت معناتها تخدم ان بو دون تو لي دومين باهي يعطيكم الصحة يضري طولنا شوية نمشي نرجعو لكم في باناشي ومع سيرين على التسكي فارماسيوتيك Thought about it. Everything we did, I really doubt it. Last night, I think I found it. Cause I don't know, it's always true. Everything I thought that we could do. I can't even look at my phone. Thinking I used to know. But the girl who stopped the world for me. It'll get better, I'm told. You learn to lose control. It seems to stay so hard for me. I don't wanna be your rival. We can take time in summer, babe. I don't wanna be the child. I just wanna be the folk version with you, grow old like vinyl. I just wanna be my best version for you. Take no side roads. By the end of the summer, babe, our love will go and run away. It might come back another day. We could find another way. End of the summer, babe, our love will go and run away. It might come back another day. Frame these memories and put them on display. Yeah. At the end of the summer, babe, I've been thinking about better days. I've been trying to find better ways, but I don't wanna say this shit was perfect. But I wanna tell you all this shit was worth it. At the end of the summer, babe, I've been thinking you got away. Lately feeling you got betrayed. But I wanna say that everything was perfect. But I wanna say it wasn't really worth it. I don't wanna be your rival. We can take time in summer, babe. I don't wanna be the child. I just wanna be the folk version with you, grow old like vinyl. I just wanna be my best version for you. Take no sorrows. By the end of the summer, babe, our love will go and run away. It might come back another day. We could find another way. End of the summer, babe, our love will go and run away. It might come back another day. Frame these memories and put them on display. My skies will go from blue to gray. My thoughts of you will all decay. My skies will go from blue to gray. We'll frame our memories and put them on display. In a whole other life, there was this boy that I knew. He made me feel like a woman. We were young and silly fools. Anyway, he was in the band. Wrote love songs about me. I wasn't crazy about the words, but the melodies were sweet. Went somewhere like do 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 do. Every time we go dancing, I see his string eyes. Gave him too many
Gen Z, push my keys too many times. Anyway, if God ends an up and I'll be on my way to leave, but I stopped in my tracks when I heard this melody. Anyway, like do 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 do. So he had control of my fear. Yes, when he came along, that's when I lost the groove. There was no song in the world to sing along or make me move. Silence all like رجعنا لكم في باناشي وعلى مارسيليا ستريم. تسمعونا من الستة حتى الثمانية، دينا نقربوا لنهاية الحصة متاعنا. برشا كومنتريات جاونا، يعطيكم الصحة على التفاعل متاعكم، واللي عنده أي معلومة ولا أي تدخل مرحبا به على النمر التليفون متاعنا اللي هو 04 65 95 60 44. باش نرجعوا نكملوا في السوجي متاعنا، يلتحقوا بنا الزملاء شوشونا وزملائنا الاخرين اللي يتبعوا فينا زادة. به نرجع نحكيو، وصلنا معنا البارتي نتاع انك تلوج على الخدمه وكيفاش تنتجري روحك وكل شيء. فوالا دونك انا من الاول كيف ما قلت لكم معناتها بديت افيك ان سي في ستاندار كيما الناس الكل، نبعث لي بوست الكل، جي روسو دي كو فيل، عملت les entretiens l'ulani khadrouni france les entretiens sont يتعداو على مرحلتين. عندك لونتروتيان مع الار اش، ومن بعد لونتروتيان افيك لو اللي باش تخدم معاه، اللي ينجم يكون ان بزنس مانجر اللي هو يخدم في البواد دو كونسلتينغ، اللي هو كي مانج لي كونسلتان، يبعثهم في ليميسيون وكل، يتسمى زاد شارجي دافير، يلقى ليميسيون بور لي كونسلتان ويبعثهم. وفما لي بوست اون انترن، معناتها جاي كيلكو كو دو فيل من لي بوست اون انترن. دونك لونتروتيان مع الار اش يتعدى سافا. بعد فما كيلكو زونتروتيان تعديت مع سواء بزنس مانجر سواء مع لي فارماسيان ولا اللي هو معناتها في التقاعد بوست اون انترن. دونك يقول لي فينالمون السي في نتاعك لو بروفيل سي با سكون شيرش، فهمت سي با سا،
وانا جي ديليميتي على السي في نتاعي سا جو سي لو فير سا جو بو با لو فير سا ما عنديش عليه فكره معناتها بالحق من الاول كيما نقولوا جي ديليميتي دون مي شوا معناتها حتى لي دومين اللي ما عنديش عليهم فكره من جي سي با دو مو رونسيني جيتي با كوريوز فهمت مشيت شفت جوست الحاجات اللي عندهم علاقه هكا بالدومين دو كومبيتونس نتاعي وكهاو دونك دو كو ما وصلت لحتى نتيجه اوكي Donc du coup, dites un peu les recherches, choyez ma sahabi, choyez kedé. Donc on discute un peu, qalouli sinin mata, essaie de changer un peu, change un peu ton CV. Haoul, tu cibles un peu le poste. Donc voilà, dites choyez. Donc l'idée que j'ai eu que col poste, je me renseigne blikdé à l'entreprise, à le poste, nekhou les mots clés et li fait le poste, naqra alihom blikdé, bqa nettaqaf mal lkhar. نلقى روحي نحل في الانترنت ونقرا وكل شيء فما دي سيت اللي فيهم معناتها برشا حاجات معناتها يفسروا كل دونك تون امي جوجل انا نقولها للناس الكل برشا ساعات اذا عندهم دي كيستيون جوجل حط جوجل اي حاجه بالحق جوجل يجاوبك على كل شيء حطيت جوجل وبديت معناتها وجو مونسيني وكل شيء اي با فما برشا حاجات اللي تلقيتهم في بليزيور بوست اللي نعرفهم عندي عليهم فكره ماهيش ابروفوندي برشا مي كوميم نعرفهم وكوميم جو مي دي صح جو سوي فارماسيان معناتها جي في اون بون فورماسيون جو بو فير سا حتى لو كان عندي عليها فكره صغيره مي نتعلم بشويه جو في مونتي اون كومبيتونس نبدا نطلع بشويه من الاول باش نتلقاني في البوست ان بو هكا معناتها مش ضايعه شويه مي ما عنديش برشا معناتها خاطر سي ديفيرون في الخدمه من البراتيك معناتها من البراتيك بلوتو من التيوريك دونك دو كو فوالا جيسي بدلت السي في نتاعي وليت كل بوست جو سيبل كل بوست نختار لي مو كلي كذا من بعد في لي زونتروتيان quand j'ai eu les coups de fil dans les entretiens ma atch nkhaf el haja nqoul hadika non je ma najemch nkhdem fiha nqoul li nhab nkhdem fiha ou aghlabit hada le point positif aghlabit les entreprises de consulting ils font des formations ils font des formations et surtout les grandes entreprises de formation de consulting عندهم معناتها des formateurs des auditeurs il y a le MOOC il y a des formations en interne femme a des formations en ligne femme a des formations présentielles tout est pris en charge pourquoi pas donc du coup donc j'ai eu mon entretien avec l'entreprise de NNRDF Hatawa donc ils m'ont parlé d'une mission de validation système informatisé j'ai pas dit non j'ai pas dit que non je n'y avais la validation système informatisé non c'est informatique mais l'autre c'est vrai bien sûr mais في الانترتيان قلت معناتها ما قلت سي بالعكس معناتها سي ان دومين كي بوغي مانتيريسي جيتي با معناتها فيرمي في الانترتيان ما سكرتش معناتها خليته اوفير اي دو كو انتر تان جو مي سوي رانسيني اكسيتيرا اي مون اوفير اوسي لا بوسيبيليتي دو فير دي فورماسيون ان انترن دونك جي دي بوركوا با اي جي كومونسي بار فير لا فاليداسيون دي سيستيم انفورماتيزي اي سا اون سا كونسيست ان كوا ان فيت في اي اندستري تصنع الدواء عندك ماشين دي ماشين des machines. Le machine dit qu'elle est pilotée par un système. Application, un système informatisé. Il pilote, il y a l'ordre. Il y a comme le machine. Et il y a un système qui est un système avec un rafale qui a fait le développement. On a un système conforme GMP. Je m'en ai. معناتها شنو GMP سي good manufacturing practice معناتها سي ان برودوي كونفورم على GMP كونفورم باش نجم نستعملوه اون ميليو فارما كونفورم او نورم على ريغلومونتاسيون معناتها فوالا تي بار لا كاليتي دونك سي بار اكزومبل جو برون ليكزومبل دو مون بروجي اكطوييل دونك سي ان سيستيم انفورماتيزي كي بيرمي البروسيس كامل بتاع الفابريكاسيون معناتها عندك الاوبيراتور عنده تابلت في يده ويلزم انت السيستم هذاك تو لو ديفلوب طريقه كونك تحمي الدواء تحمي لوتيليزاتور وتو بلوك لي زاكسي باغ اكزومبل لوتيليزاتور ما ينجمش يعمل سارتان زاكسيون اللي كان الفارماسيان ينجم يعملهم اي بان هذيك احنا خدمتنا اون فيت لاناليز دو ريسك لاناليز دامباكت
pour que في الاخر بالكل الدواء نتاعنا يتصنع مريقل. دونك لوبيراتور عنده certain droits وعنده certaines actions نجم يعملهم, sinon il sera bloqué. يتبعث سينيال par exemple للفارماسيان, tiens est-ce que tu نجم débloquer في الحكايه دي, que le pharmacien il a le pouvoir de faire ça. Et donc nous le travail derrière tu participes à la création تاع les algorithmes اللي يعاونوا في l'application. Et en fait je travaille au sein d'une équipe qui se compose de développeurs qui développe l'application, et en tant que chargé de qualification, je mets des restrictions, des normes pour les respecter. Ou en elle n'amène le had, maintenant, il dit je n'amène haka l'application, il dit il faut que tu amènes منها haka, منها tu bloques l'accès haka, منها حاجة تبي باش يعطيني haka information. Tout en respectant معناها développeur باش يعطيك الحاجة اللي حاسك بها انت. Il faut qu'elle soit conforme. Et je fais les tests à système هذايا avec بقيت l'équipe اللي هما les opérateurs اللي استعملوا الماشينه, يبداو هما ou les pharmaciens ou كل يبداو هما يجربوا voilà, وحنا نبداو نجربوا les défaillances du système, les limites نتاعو, les problèmes نتاعو, باش في الاخر tout un dossier ou paperasse ou dernier matin بالحق j'explique راه c'est simple mais le projet il prend des mois et des mois خدمه بالحق في الاخر باش في الاخر on valide ce système informatisé oui, notamment un rapport de validation, et ce système, ça y est, quand on le valide, il passe en production, معناتها c'est bon, il est valable, il est valable, il est prod. Tawa fil prod, le système actuel, قبل كانوا عندهم وراق, يعمروا ويصحوا, يعمروا ويصحوا. هنا حطينا مثال الغبره في الماكينه يصحح, حطينا زدنا عليها الماء يصحح, حطيناها في كلي يدور ويصحح. تو لي توا في بلاصة ما هو يكتب ويصحح وبرا عاد يكتب ويصحح ويفسخ والغالط والصحيح, توا لو سيستيم il gère tout, يقول له confirme que tu as fait ça, signe e-visa avec la date avec l'heure, tout est tracé. اهم حاجه سي لا تراسابيليتي, اهم حاجه سي لا غارانتي دي دوني, اللي لي دوني نتاعنا يقعدوا انتغر ما يتمسوش. Et ça c'est quelque chose qui a été développé depuis quelques années. Et ça est devenu une nécessité pour toutes les industries pharmaceutiques. Et tous les systèmes informatisés sont validés. Mais en cas où, il y a un point avec le point avec le responsable avec exactement. Et même le pharmacien qui va libérer le chisah, il dit que c'est bon, il ne peut pas faire le marché. Il y a un rapport, il y a un rapport de audit trail. Il y a tout ce qui est le col. شنو هما لي بروبليماتيك اللي صاروا, كل بروبليم ما ينجمش يتعدى كيكا اللي مصحح عليه كيما نقولوا ان فارماسيان والا الشيف نتاع لوبيراتور. دونك توت اي ديتايي, توت اي مريغل, توت اي بور كو سا سوا كونفورم ونتحصل على دواء امور مريغلا امور مريغلا. وي اسكو عندك دخل في تو سكي معناها وقت اللي تعملوا اوديت تكون حاضره في لي زوديت اللي تعملوهم؟ انا جي بارتيسيبي j'ai pas participé mais j'ai collaboré avec une personne ou Malna audit pour l'intégrateur Eliho qui va nous former l'application, le système informatisé. Donc Mchinelou sur place Malna l'audit, donc Hadana Melou le plan d'audit avec les questions et tout. Mchina sur place, on lui a posé les questions Beshchoufou qui fait Shirdem pour le compte de qui l'audit l'armal pour le compte de mon client actuel Eliho, l'industrie pharmaceutique Eliho NFH. Parce que اي عبد باش تتعامل معاه il faut qu'il soit audité باش تعرف اللي هو يخدم correctement, معناتها il respecte les normes. Mais مثال كيما اضعف ابسط حاجه معناتها اش معناتها respect les normes, par exemple كي يخدم خدمه عنده اوراق, عنده des rapports مريقلين, عنده des procédures يتبع فيهم, مش يخدم هكاك على الهامش. لي العباد نتاعو عنده équipe كامله, عنده il faut que quelqu'un يخدم dans la qualité qui fait partie de son équipe مش يخدم هكاك. Il faut que tout soit validé par cette personne ويزم يكونوا عندهم دي كيما قلت لكم دي بروسيدور اي دي نورم يمشيو عليهم نتاعهم اون انترن ونقراوهم ونشوفوهم باش نشوفوا كيفاش يخدموا الاستراتيجيه الاورغانيزاسيون كل شيء لوبجيكتيف نتاع فوالا نتاع الاورغانيزاسيون. باهي برشا, عندكم سؤال؟ باهي سينو نزيدو نمشيو اكثر معناها في ابار انه طوال الخدمه نتاعك هكا في معناها دي زونتربريز نتاع كونسلتينغ, شنو هي لي بوسيبيليتي نتاع الخدمه اخرين؟ اسكو تنجم تيتولون سول في ما نعرفش ان بيرو دو كونسلتينغ وحدك, ولا تنجم
معناها تكون نون بارتناريا مع دي كليون فريلانس فريلانس مثلا كيفاش الخدمه ابري il faut que اول حاجه تبدا عندك une certaine expérience وعندك un certain portefeuille de clients معناتها ديجا تكون عندك expérience عندك دي كليون خدمت معاهم دونك tu gardes هذاك علاش معناتها العباد اللي باش يخدموا ديما vous gardez des bons contacts مع العباد اللي خدمتوا معاهم الكل ديما تخليو النمر التليفون لي ميل معناتها تخليوهم الكل تسمى un portefeuille باش من بعد وقت اللي باش تخدم وحدك اون فريلانس ابري اونتر زاد بارونتيز العباد باش يخدموا فريلانس مش كنت اليوم تخدم تصبح من غدوه فريلانس نو تو كونتينيو اترافايي مي تو كومونس بشويه بشويه تحط في التيران تاعك اون طونك باش تخدم اون طونك فريلانس دونك وقت تبدا تكونتاكتي ان بو لي كليون تقول لهم راني انا توا نخدم وحدي à mon propre compte. Rani, je vais facturer le projet à قل ملي كانت l'entreprise نتاعي تفاكترو. Donc ça va leur intéresser surtout moi يعرفوك شنو ويعرفوك فاش خدمت معاهم وكذا donc ça va leur intéresser. قولك pourquoi pas. Et donc voilà, et donc tu fais un contrat avec eux d'une durée voilà, déterminée, معروفه معناتها وتخدم على البروجي معاهم. بيه. Voilà. Le commentaire اللي جانا توا من عند عبد الكافي. شكون يقرا ولا نقرا؟ تليفوني تسكر. باهي قال لك تنجم فاسيلمون تو كومول لو فريلانس اي لو كونترا اون سوسيتي. سي ما نعرفش شنو يقصد بالضبط ما فهمتش. قال هو هكا تنجم فاسيلمون تو كومول لو فريلانس اي لو كونترا اون سوسيتي. مده معينه باغ اكزومبل الكلوز هذه مدتها في الكونترا نتاعي انا 6 شهور باغ اكزومبل انا توا بعد 6 شهور نجم نكونتاكتي لونتربريز اللي انا نخدم معاها ونقول لها كان تحب نبدا نخدم معاكم مي با افون 6 mois باهي واللي كونتاكت اللي تنجم تاخوهم انت من لي سوسيتي اللي خدمت معاها كيفاش تتعامل معاهم ولا كيفاش تستنفع بهم بعد كي انت عندك الكلوز هذه دونك بعد 6 mois نورمالمون بعد 6 شهور بعد 6 شهور انت tu as gardé le mail le numéro de téléphone تبعث ان ميل باغ اكزومبل راني هكا وهكا راني جو مي سوي لانسي وليت نخدم كيما نقولوا وحدي وراني معناتها جو بروبوز مي سيرفيس كان تحبوا معناتها سي فوز افي ان بوزوان Par exemple, en qualif valide, les NNRNF et NATAWA, quand on a un système informatisé que vous voulez valider, quand on a des équipements que vous voulez qualifier, Rani, je suis à l'écoute du marché. Quand tu as un tasse voilà, c'est mon numéro de téléphone, etc. Ou moi, quand femme a un besoin, quel mouk. Et après, de bouche à oreille, t'as de l'arcée, Manta. C'est pas facile. Et je connais Shkoun, mon sahab, il est amlo freelance, mish pharma, informatique, ou yirdmou. C'est dire sur la conception et développement de système informatisé ou melou le bdeu voilà pourtant عندهم عام برك وقت في معناتها في فرنسا بداو ملو en tant que interne on بعد ولاو يحبوا يخدموا en tant que freelance ممكن domaine ممكن خاطر tout dépend du domaine tout dépend de la personne elle a des demandes اكثر يمكن voilà c'est ça après اذا كنت تسالني انا رايي الشخصي j'ai une certaine stabilité l'entreprise avec laquelle je travaille, ils sont bien, ça va, alhamdoulah, je suis bien à l'aise avec eux, on n'a pas de stress, ils travaillent des non-béhines d'industrie pharmaceutique, les projets de l'Irtamalim sont très intéressants, il y a des formations, je fais minimum 2 formations par an, donc ça, c'est un avantage, donc, معناتها جو فوا با لانتيغي كوني باش نخدم اون فريلانس الحق تاع ربي فهمت ابخي جونكوراج لي جون كيون اللي عندهم اللي عندهم الرغبه يحبوا يخدموا فريلانس ولا يحبوا ولا مي بور موا سا مارونج سا مو فا اي ميم العباد اللي يسالوني توا اسكو تحب تخدم اون انترن
على طول في نفس البوست توا تسألوا لي سؤال نقول لك لي خاطر انا سامفا توا اللي نخدم كل مره سوغ ان بروجي ديفيرون دون اون انتربريز ديفيرونت نشوف حوايج جديده خاطر مازلت نشوف روحي مازلت توا مازلت عندي عامين ونص ملي نخدم جو مو فوا انكور ان طونك اون بيرسون معناتها كي مونت ان كومبيتونس نحب مازلت نحب نتعلم مازلت نحب فوالا مازلت نحب نتعلم مازلت نحب نشوف برشا حاجات دونك سامفا انا توا سو كو جو في اكطوالمون مو بلاي انورمومون و عاملة جو بها نقز من بلاصة لبلاصة أنا قلوقية راهو صحابي العباد الكل يعرفوني قلوقية معناتها أنا سؤالكم فيهم والله أنا معايا في الاندستري نسأل فيهم اليوم سألتوا سهيج سونيا مقابلتني في 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 البيرو قالت لي سيلين جو فات 20 اي دو موا في في لونتربريز دو مارياج نو فوالا 20 قلت لها انت 20 في نفس البلاصة قالت لي وي قلت لها ماكش نورمال انا امبوسيبل معناتها بالحق يا اخي بحذاه اريك الى 28 عام والله الى 28 عام يخدم في نفس لونتربريز يضغط لي قلت له ملي بداو بالشانتي تي معاهم سي انكرويابل انا توا تسالني السؤال هذاك انا توا جو مو فوا با نخدم اون انترن بالحق جيم بوكو بوجي سا مفا انا باش عم بيسالوا لي يقولوا لي دي بلاسمون في الكهرباء يقلقوك انا بدا عامله بيهم جو ديما نغني ديما نشتغل ولا ولا خد لك يعني تنجم تاخذ فكره على لي دومين اخرين معناها دي سيكتور اخرين اكزاكتو انا جو شانج توا توا مانيش نخدم في نفس الحاجه راه كل مره نخدم على حكايه معينه بروجي ديفيرون كل بروجي سي فري كو سي توجور اون فاليداسيون كاليفيكاسيون دي لوجيسييل دي زيكيبمون ماشينيت في 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 البرود مي ديما فما حكايه جديده ديما فما حاجه جديده فما تشالنج جديد وانا جادور تبدا تخدم في بروجي تعرف روحك شنو هما لي زوبجيكتيف نتاعك عندك دي تشالنج عندك دي ديفي فو فير سا في الديلي فالتاني فو فو كو بعد لا ساتيسفاكسيون كي تلقى اللوجيسيال نتاعك ولا خدمتك مريقله ولا فاليدي كو لو ميديكامون خرج ومريقل معناتها ولي كونفورم سي سي ساتيسفاكسيون اللي انا ساتيسفاكسيون بيرسونيل كبيره ساتيسفاكسيون سيلف ساتيسفاكسيون والله كان تراني فرنسي على انجلي عينك ما تشوف الا النور حاسيلو دونك انا توا معناتها سم فال حق باهي ما نعرفش كان عندكم ما تزيدوا سينو عندك كومنتير اللي كنت من عند كوثر قالت لك سيرين برغوي بون كوراج محليك وتبارك الله عايشك يا كوثر سي مي في انورمومون بليزير دو تي فوار اي لو راديو بون كونتينياسيون عايشك يا كوثر ميرسي بوكو ميرسي الناس كل اللي تشوفوا نحب نعمل تحيه لماما اي باهي باش نرجعوا للتحيه لي والله نحب نعمل تحيه لماما خاطر سي اون بيرسون تري فورت كي ما انكوراجي كي ايتي توجور ديريير موا و ربي يخليها جيسبر كي لي فيير دو موا و سي سيور نقول راني توحشتك برشا وان شاء الله نروحوا ان شاء الله سنين ان شاء الله تعدي الازمه بس انا ما نعرفش كان عندكم سؤال اخر نكملوا بيه نكملوا بيه ابون نورمالمون اسمع عندي كنزوزه في الدار تستنى راه خلينا مسكينه من الخدمه ديريكت توا هي امي مسافره وحامل حفله توا عندي سؤال ما عندوش فخصي معلقة برابور الوريونتاسيون متاع قراية الفارماسي مي برابور بلوتو الوتيليزاسيون دي ميديكامان اسكو انتي كعبد اللي قريت معنتها في الدومين هذية وتعرف شنو هو فيه و اسكو دون تافي كوتيدين معنتها سا با تو شوكي ضد انا جو سوي كالكان كي يوتيليز تري رارمون دوي Et surtout, alors là, les antibiotiques. Parce qu'on connaît très bien la composition. Le phénomène de résistance aux antibiotiques. Les gens ne passent pas tout le monde. Tu as dit que 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 malheureusement, tu as l'antibiotique qui a dit que tu as dit des anticorps hadrin. Donc l'immunité ne fournit aucun effort. Et après, tu as doué, tu as mené les feuilles, tu as trouvé que tu as fait un choix, tu as fait un choix. Le cas, elle a fait un stage, elle a fait un internat, elle a fait un jour en pharmacie, juste mon nom. L'ordonnance fait un bac, tu dois dire que tu as fait un bac ou easy. Le bac, il a fait un choix, il a fait un bac, tu as fait un choix, tu as fait un choix. Alors que non, il faut que tu prennes ton antibiotique, tu as fait un choix, tu as fait un choix, tu as fait un choix,
لا بكتيريا توليت عباره مستانسه بالدواء ما عطيتهاش الكميه الانتيكور اللازمه دونك تغلب البدن وترجع من بعد وتولي الغيسيديف وتمرض ومش باش يفضها وقتها اي جونكوراج بيرسون ا فير دو لوتو ميديكاسيون اللي هي امشي حك راسك خذ الدواء وحدك من الفارماسي جو لو ديتيست والحاجه اللي خلتني ما نحبش نخدم في فارماسي خاطر جو ديتيست سا يجي ديريكت الفارماسي عندي انجين عندي منارش عندي اوتي تعطيني دواء تعطيني انتيبيوتيك سي مون افي بيرسونيل اي سي بور سا كو انا ما نحبش نخدم في ما نحبش نكون اون طونك فارماسيان اون اوفيسين دونك معناتها اي جونكوراج بيرسون ا بروندر دي انتيبيوتيك وحده بالحق يفو ليسي البدن يقاوم يفو ليسي بدنك يصنع لي زانتيكور يعمل ايمونيتي تتعب شويه من الاول اما صدقني بعد تولي كل ما تمرض مرض تعدى اين بيرسو بدنك يقاوم ما تخلي روحك تاخذ انتيبيوتيك كما تولي اشيس وفي حاله ويلزمك تخدم وعلى الاخر ما تنجمش معناتها دونك وقت تمشي تاخذ انتيبيوتيك صارت لي انا جو كرو مرتين في حياتي برونشيت قويه على الاخر جي غاليري بوندون دو سمان جي سي ما خديت حتى شيء جوست باراسيتامول اللي هو دوليبران جوست على السخانه وكل ومن بعد فينالمون جي فيني با بروند ان انتيبيوتيك اللي عاوني مي كملته فوالا مي سينو عندي برشا عباد دون مون انتوراج اللي يمشيو في ساعه ياخذوا لي زانتيبيوتيك اي مالوغوزمون يمرضوا برشا فما الماكله التغذيه نجم بيان سور اي بيان سور ناكلو هيلثي ناكلو هيلثي اوتر غيمي والله تعمل لنا في لي روسيت على الباج انستغرام اي والله انا الراو ما ريت شيء انا تعدلت لي روسيت اللي تعطي فيهم سو اي سو هي ما مش قاعدين نوصلو كوم الفو هكا معلومه على لي في بوبليسيتي في الانستغرام قلت له من الرفيعه متصور لي روسيت ما كليت شيء اشرف ما حبش يعطيني الميكرو تصورت وحشتوني عندي برشا ما حكيتش معاكم كنت تعطيني من الميسيون تاعي يا يا عاد ما كبعتنا انت يا عاد يا جميع باهي شفتوا محليهم ليكيب اشرف وسيسي ونفيسه وعبد الحميد اكو كان عندكم حاجه اسالوكم اسالوهم ولي فما برشا كادويت تعملنا في مشاكل بي ما نعرفش اسكو مازال عندكم مضيف سينو نختموا نحب انا نصيحه للناس اللي في تونس ولا اللي لهنا كونسيرنو معني سبيسياليتي نتاعك شنو هي اهم النصائح اللي تنجم تعطيهم لهم معني نصيحتي بصفه عامه أي. بصفه عامه اول حاجه اقراوا على رواحكم باس ولا بالحق اقراوا على رواحكم هذه نقولها للصغار لي بلو جون ومن بعد في الخدمه كي تكملوا تقراوا كل في الخدمه ايسي ديتر معناتها بلو كرياتيف في الخدمه ما نيميتي با العباد شيرشي دي بوست ان بو مش موجودين برشا خاطر هذوك ما تلقى فرصتك راهو يفو كو تو سوا نلقاها الكلمه لي يفو فرصتك تلقى فما برشا علاش تراك انت باين في وسطهم علوش لونك كحل تو في لا ديفيرونس اونتر العباد كي راهو كي روماركيو يقولوا حاشتنا بهذيك فهمت يفو با كو تو تبع معناتها مع العلالش البيض نو يفو كو تو في لا ديفيرونس تبع دي دومين دي بوست مطلوبين حتى لو كان العباد يضحكوا عليهم ولا يقول لك علاش ولا فاش قام ولا سي با سا في لي سبيسياليتي الكل سوي كوريو لا وجو شيرشيو اعملوا دي فورماسيون اون ليني بالحق حاولوا ديما تلوجوا حلوا مخاخكم حلوا مخاخكم اكزاكتومون بالحق و بون كوراج ا تو الموند وكاها جيسبر فدتكم بحاجه والله يعطيك الصحه وانا جي سي دو بارطاجي معناتها مون باركور مون اكسبيريونس معناتها سا ريست توجور معناتها مون باركور مون افي وكاها الحمد لله جو سوي فيير دو سكو جي في جو سوي فيير دو سكو جو ان تران دو فير اي معناتها فرحانه بلي نعمل فيه وكاها سي لامبورتون اعملوا الحاجه اللي نتوما تفرحكم الحاجه اللي نتوما تحبوها كيل كو سوا لو بري هذول يا احسن مساج نجمو نسمعوها سورتو العباد اللي تبع فينا واللي يسمعوا فينا نصيحه كيما هكا من عند كلكان معناها اللي عاش تجربه في الدومين نتاعو يعني نتصور الميساج ساباز معناها ديريكت فما حد شيء سهل راه يفو فير دي ساكريفيس يلزمكم تتعبوا يلزمكم تعملوا ايفور فما حد شيء يجي بالساهل العباد اللي في بالها باش تعمل سي في وتبوستيلي وفجاه تلقى الخدمه نو سافيا با كوم سا
يلزم يلزم تتعب يلزمك تعمل لي زونتروتيان ويلزم فيها برشا فيها برشا برشا خدمه باه يعطيك الصحة سيرين فرحانين برشا اللي كنت معانا عايش حتى انتوما محليكم والله يعطيك الصحة حتى انتوما محليكم عبيتنا بالمعلومات وهوك يا جماعة ان شاء الله ما كشلقتوا ان شاء الله ما كسرتكم شريوسكم ان شاء الله سيتي سيتي كلير معناتها وما يعطيك الصحة ليه سورتو جو تخوف انا الا اوفير لو شان معناتها بارابور او دومين دلا فارماسي اللي هو انا ان توكا بيرسونيلمون ما في بليش اللي فما اوتان دو شوا او فينال معناتها ابخي ces études là donc merci merci ou merci beaucoup une fille merci inchallah نعاود نشوفوكم الرجيه على يمكن شي justement que نعملو une émission pour معناتها spécialement pour les recherches de stage comment postuler comment et je connais bien des sites où نجمو تلاوجو je connais pas je connais bien des plateformes pour des étudiants des sites معناتها pharma surtout فما برشا عباد يلاوجو plutôt sur Indeed sur mais il y a d'autres sites معناتها اللي تنجموا تلاقوا فيهم بيان سيبلي اكثر اي 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 فارما بار بار دومين بار سبيسياليتي وتكون حاجه باهيه بون يعطيك يعطيك الصحه مره اخرى وعلى فكره مدام مونيا مدام مونيا قالت لك جو فيير دو توا عايشه ماما وباش ما نزابيش الميساج نتاع سعاد قال لنا الفو اتر لو موتون نوار باش نرجعوا لحكايه لي موتون باهي اكزاكتو فرانشمون كانت ايميسيون حلوه برشا معاك عايشكم ميرسي بوكو حتى انتوما محليكم سافي بليزير هكا حتى قلت المره فات والله سافي بليزير فما هكا دي جون وكل في مارسي انا فرحانه ديجا خاطر كنت وحيده مثل الجريده معهم معهم لاباس لاباس انا كنت كنت وحيده مثل الجريده في مارسي ما نعرف حد نلقى روحي عرفت سهيل عرفت سار عرفتكم انتوما دونك راديو هذاك البيوت نحن باش اون بارتاج لي زيكسبيريونس بالحق احنا زاد قاعدين الله يسيبونا فري فري احنا تو يسيبونا في الشارع والله انا نهار يقولوا دي كونفينمون تلقوني في الشارع تظلي على قريبي تلقونا مبرطوا في الشارع باهي نختموا ليميسيون نتاعنا بون كيما قلت هذا الاوبجيكتيف نتاع ليميسيون هذه انه كل مره نجيبوا انسان اللي عنده الاكسبيريونس في دومين معين باش نعطيو فكره للعباد اللي تحب تعمل الدومين هذاك ولا تحب تاخذ معلومات في كوتي معينه هذه ليميسيون ديستيني لي جون للي زيتيون العباد الكل بالحق صحيح يعني حاجه حتى لي بارون اللي باش يحبوا يعاونوا ولادهم بور لورينتاسيون بالحق احنا زاد هنا نحضروا في لي زيميسيون ونبداو حاضرين مع لي زانفيتي كيف كنتي كيما الاولاد نتاع الاركتيكتور كيما اسلام الجامعه اللي فاتت بالحق كل مره احنا نستفادوا من معلومه سي لو بوت احنا زاد نكونوا معناها اوني كابابل زاد حتى من بعد في اللوف يكلمونا ولا يستفسروا من حاجه اوني كابابل باش ننصحوا العبد النصيحه الباهيه حتى في الانتوراج نتاعنا يعني هذاك الاوبجيكتيف وحاجه باهيه برشا وكما شفتوا يعني برشا عباد فعلت معايا بلي باش ما ننساوش اللي قاعدين يكومونتي في الاخر باش ما نقولكش شاو نساو عندك ريمي بون كوراج ما بيل محليك تي مي مانك صاحبتي كوثر زيدة انور خويا ذا برافو اشرف عاش خويا بون اكيد هولي وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا تابعونا زيدة في لي زيميسيون الاخرين غدوه عندنا باترياركشي مش تكون موجوده مالوغوزمون مالوغوزمون ان شاء الله نحاولوا كيفاش يرجعوا البلوتو بوسيبل عندنا سافوار اي كومبروندر من الاربعة للستة ومن الستة للثمانية مع سي توفيق مع سي توفيق من الاربعة توفيق بريسيز ومن الاربعة ومن الستة للثمانية حديقة الادب مع ونس طالبي نرجع نهار لحد معايا انا فما ايميسيون جديده تبعوها نهار لحد انا في بالي فما عيكي لا ايميسيون تاع اليس لا تاع سوهي واني قبل الايميسيون تاعكم فما ايميسيون اخرى تو تكتشفوها ومع الاربع ونص انتم الاربع ونص على الكيف تبعهم فما كادويت راهو جمعت على الكيف تبعهم وخذوا النومرو فما برشا لعب باش تلعبوا معنا وباش تضحكوا معنا وباش تعملوا اخطانا من البيبان اللي مش كاتيكتا باش نخلص الكعبه شوكولا حاسينو بيه
تابعونا الناس الكل. سفيان سفيان ديجا ديجا حاضر هنا الكادو نتاعو حاضر هنا الكادو نتاعو حاضر سفيان كان يتابع فينا وري لي ترى ها هو الكادو هذا كادو سي سفيان اللي ربح الجمعة اللي فاتت في فات فارغ راهو من داخل شوفوا كادو نويل افون لوغ يبيسوا علينا في الميسيون نتاعنا انا عندي الحق تستدعوني الجمعة هذه لا 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 كملوا خويا بنا بالمغرب ديما باهي تابعوهم في نعملوا لهم في الببليسيتي تابعوهم في على الكيف نهار الاحد وعندهم برشا كادوات كما شفتوا باش تربحوهم احنا نشوفوكم الجمعه الجايه في باناشي وسوجي اخر وانتم اللي عندكم دي بروبوزيسيون ولا دي هكا انفورماسيون تحبوا تاخذوهم في توسكي الدومين نتاع الفارماسيتيك نجموا من بعد حتى انسان انتريسي ويحب ياخذ اكثر ديتاي نحطوه ان كونتاكت مع اي بيان سور نيزيتي با اللي عنده اي كيستيون يكلم الراديو في لي دومين اخرين زيد نجموا نشوفوا لي كونتاكت تاعنا وي مي جو سوي ديسپونيبل بور ريبوندر او كيستيون تعطيونا دي بروبوزيسيون كونسيرن لي زيميسيون جايين كيما قلنا نحاولوا كيفاش ناخذوا لي سوجي اللي يهموا اكثر العباد البريود هذه الكونفينمون زيد ان شاء الله يتعدى خفيف عليكم وان شاء الله معناها نخرجوا منها الازمه هذه يظهر لي قلنا كل شيء نشوفكم الجمعه الجايه خليكم مع مارسيليا ستريم سلام اذاعه مارسيليا ستريم صوت التونسيين في ضفه المطبخ